لسه فاضل كتير يا جعران. الصبر الصبر يا خواتي، وجربنا. هو لسه فيه تاني؟ لما نوصل لاخر الطريق هنلاقي الركايب مستنيانا، هي اللي هتوصلنا لنجع الجبل. I'm not feel safe Mr. Fury. Don't worry. This dumb cannot do anything to us. Because he knows very well what we can do. Then don't give them the money before coming back safely. Oh, we have to reach him first. Right? كل الطريق واك 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 واك. ما تبطل راطني بقى، خلينا نفهموا بتقولوا ايه. العربية ممكن تمشي هنا جعران، ما تفكرش الطريق كله كده، قدام شوية في دباب وجبال، ما ينفعش يمشي فيها إلا البهايم. I'm afraid Mr. Finn, we don't have enough weapons for our protection. If they want to do any bad thing, they will do it now, here, in the middle of the way. We leave the money in the car. Shit, we can't ask for any help. There is no signal here. I decide to continue this way. بطلوا رطب الفرنجي ده وركبوا الركايب، خلينا نوصل بسرعة. زمان كبارات النجع في انتظارنا. اسمعوني يا كبار نجع الجبل، كلكم عارفين اني اقل منكم، لكن عارفين كمان اني اتغربت عن نجع الجبل سنين طويله في مصر. بطرات، وقول لنا عايز تقول ايه من حياتك المواسغه دي؟ انا قصدي اقول لكم ان الكنز اللي لقيناه لو الحكومه عرفت هيقولوا علينا تجار اسرار ويحاكمونا ويدخلونا السجن كمان. مين اللي يقدر يحاكمنا في ارضنا؟ قصر الكلام، الفلوس اللي احنا عايزينها من الخواجه عايزين نعمر بها بيوتنا، نبيعه بالهدايا في السر علشان ما نقلبش الدنيا علينا. هيك في الخشبك هتعلم كبارات البلد يتصرفوا كيف. ماضي صح، بس هو ما عارفش يتكلم، وعايز يقول اننا لازم نبقى يد واحده قدام الخواجه يبان ان احنا متفاهمين عشان يشتري وهو مطمن. صح والله يا كبير النجع، ربنا يحميك. لما هو كبير البلد ابقنا ايه يا تخاد يا ريس بن ده. وطي راسك من السكريمت. ما تخافش ما تخافش يا خواجة، دول تلاقيهم شافونا بيرحبوا بينا. تقصد ما فيش خطر هنا يا جوهر؟ لا لا، مفيش خطر ولا حاجة، الجبل كله ملكنا. على فكرة أنا لو حصل لي أي حاجة أنت وأهلك في أسوان في إيدينا. عيب يا خواجة، أنت أمانة في رقبتي، وده واكل عيشنا ورزقنا، وليك عليا أوصلك مطرح ما جبتك بأمان. انقتل انقتل وانا في حمايتك يا حسان. الكبير ملوش ذنب في قتلك يا ماضي. ذنب في رقبتك يا حسان، ذنب في رقبتك. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ماضي انقتل يا كبير، من داري غدر بيه وهو وصينا.
وده مننا. مواش منكم يا ناجي. منكم كيف يعني؟ كلنا عارفين انه مقطوع، هو واهله وناسه فاتوا النجا من سنين. السماضي رجع للنجا في حمايتي، يعني بقى واحد مننا يا بن داري. لا هو بالعافيه اياه، لا من عرقك ولا من نسبك، ده واد هامل ماليش اي عازه ولا عزوه. انا عزوت في ادياب، وانت وقعت في الغلط يا بن داري ونقدت العهد اللي بينا. روح دور على اهله وناسه الطفشانين وقول لهم ليكم طار عند البنداري ويفرجوني هياخدوا طارهم كيف. حطوا الكلام دلوقت نتفاهموا فيه بعدين. الخواجه وصل، بس لازم تعرفوا اهل نجع الجبل ان ماضي دخل النجع في حمايتي وبكلمه امان مني، يعني بقى من عيلتي وبقى في حمايتي، واهله وناسه سابوا البلد وما عليهمش دم الحد فينا، عشان كده طار ماضي في رقبتي وفي رقبة عيلة حسان الحويطي، واحنا نعرفوا كيف ناخد طارنا. ناجي ادفنوا في المدافن بتاعت عيلتي. يلا يا رجالة يدكم معاي. الله يلا رجالة. رحم الله. او ماي جاد قتيل. قلت لك مستر فريمان الناس دي مالهاش امان. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك يا جهران ومرحب بكل الضيوف. مرحب بيك يا مغاوري. لا 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 جهران، انا مش عاوز اشتري حاجه. استهدى بالله بس يا خواجه، تعال نقعد بس تعال. لا 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 ما ينفعش. روح بس روح. انا لازم امشي من هنا حالا. يعني ايه تمشي؟ ها ما شايفين. استهدى بالله بس يا رئيس دياب، الراجل اول ما وصل لك قتيل. خليه يقعد، الا تلاته بالله العظيم اخليه يحصله ولا بلاش. اللي حسان يقول عليه من عيلته. مش وقت حساب يا بن داري. البضاعه قدامك يا خواجه، قدر قيمتها قدام كمارات النجم. ومين اللي حيفصل معاه؟ انت يا حسان؟ انا ماليش كلام معاك الا لما اخد حق ماضي، وطر ماضي حاخده حاخده يا بن داري، بس بعد ما تتم البيعه. كملوا على طول. ده من عيلتنا يا ناجي. مين يكو؟ لا مش من عيلتنا ولا حاجة. اطمن يا مرت اخوي، ده الواد ماض الله يرحمه الكبير امر يندفن في ترابنا بعد ما نغسله ونصلوا عليه. مين اللي قتله؟ ده ماضي غلبان. البندرية قتلوه غدر. يا سوادي، ده حسان مديله عهد امان. اطمني، مش احنا همّلوا طاروا ابدا. خلاص روح انت معنا سوين دلوك لغايه ما الضيوف ما يمشوا وبعدها يحلها الحلال. روحي. مين القتيل يا وجيده؟ ده ماضي قتلوه البندريه عشان وحداني ومالوش عزوه. لا وانت الصادقه دينيه ومبيتني، شافوه ليله ما طلعوا كنز واقف اي تسامر مع مرت دياب البنداري. قلتيلي عشان كده اتلككوله وقتلوه عشان ينتجموا منه، عشان كان واقف مع مرت دياب. امال كيف سموهم البندريه؟ عشان بيعرفوا يداروا على فضايحهم. فكرنا مختومين على جفانا يا جعران. الحان يا جعران. اصبر بس يا خواجه، الا لقي لك حد يحمينا ويحميني معاك. اقعد يدك. خش عنا يا رئيس حسان، عايزك تحميني من معلم بنداري وناسه. صبري نفد يا جعران، عايز اتطور. خواجه لو جرى له حاجه
قرايبي كلهم هيروحوا في الرجلين وانا وسط خير، وانتم قصدتوني علشان ابعت لكم الكنز. نزل سلاحك يا بنداري، الخواجه ضفنا. ايه في حماك دي كمان ولا ايه؟ ما دام الخواجه دخل النجع يبقى ضفنا وفي حمانا كلنا. ده جاي يستخفلنا ويشتري بتراب الفلوس. بين البيع والشراء يفتح الله، والمعروف ولا معروف ولا متلوف. ما دام جو الحد هنا وشافوا الكنز بتاعنا يبقوا عرفوا سرنا، يا يشتروا بالسعر اللي احنا نقولوا عليه يا يتقتلوا. دي اثارات مالهاش قيمه، احنا بنشتري تاريخ مش فخار قديم. انا ما فهمش انت تقصد ايه. انا فهمك يا رئيس دياب، الراجل ده عالم اثار، بيعرف التاريخ من الرسومات المكتوبه على الورقه والكتوبه اللي على التماثيل. فهمهم يا جهران، فهمهم ان الاثار دي بتاعت شخصيه مجهوله، ورغم كده انا هدفع كل اللي معايا. جو هات الفلوس من العربيه. روح معايا دياب. ماشي يا كبير. احنا هنقسموا الكنز على العائلات الثلاثه، وكل عيله حره في نصيبها، تبيعه تخليه هي حره فيه. وماله، نقسم الكنز، كل واحد ياخد حته بالدور. وانا خدت ايه؟ عرعر. ايوه سيدك بنداري اختار حاجات زينه. هو اللي ابتدى واختار احسن حاجه، وبعد جده كل عيله هتتفاهم مع الخواجه وتبيع بمزاجها وعلى كيف. والفلوس يا عرعر مين اللي خدكم؟ انت بتسالي عن الفلوس بس؟ مش خايفه على النجع اللي هيولع؟ ما داي اول مره يا ام جميله، وان شاء الله تعدي على خير يا خيتي. عرعر روح عنده ولدي همام، قل له يقف مع ابوه، الواد كبر وبقى راجل وش انا بخطف وشه. حاضر. بقول لك ايه يا مناع؟ قول يا همام. تفتكر الخواجه ياخد باله من حاجات الناقصه؟ واه، وهو يعرف من وين ان في حاجه ناقصه؟ حتى لو عرف انا مش هديله الخنجر بتاعي. ولا انا هديهم السيف بتاعي. المقبره دي انا وانت اللي لقيناها، ولازم ناخده حاجه تفكرنا بيها. يعني مش هتقول لابوك حسان؟ لا انا اقول لابوي ولا انت تقول لابوي. وبعدين نزهرها بعد ما الخواجه ياخد الحاجه ويمشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيني تصيدوا ارانب. يلا. بقول لك ايه يا سناري؟ ايه. انا شايف ان الخواجه عامل حساب كبير قوي المعلم بنداري وخايف منه. يبقى العقل الزين يقول ايه يا اخوي؟ نصيبك على نصيبي ونحطه على نصيب بنداري ونخليها شروه واحده. صح، وبالطريقه دي اذا الخواجه حب يظلمنا مش هيقدر يظلم بنداري ونبقى احنا الرابحين. طيب افرض بنداري طمع في حقنا. لا، بنداري ده مننا وعلينا ونقدر نتفاهموا معاه. عايزك تروح تقول له ان انا شاري خاطره وححط يدي في يده، ويمكن نبقى كده طول العمر. عفارم عليك يا ريس عبادي، عفارم. اي وقته خلي حسان يطق شرار. اسمع يا خواجه، خليها شروه واحده، نصيبي انا واخوي عبادي حط على نصيب الريس بنداري، وكلنا خوات وعيله واحده ومصلحتنا واحده ومفيش اي فرق بيننا. براوة عليكم، براوة. اهو ده التفكير الزين. كل الفلوس اللي معايا في الشنطه دي، مفيش فلوس تاني. فتشت العربيه زين؟ فتشتها زين، مفيهاش غير شنطه الفلوس دي. انا هقسم بينكم الانصبه انتم الثلاثه. عنك انت يا خواجه، الفلوس اللي في الشنطه دي نصيبي ونصيب المعلم عبادي واخوك سناري. نصيبك انت والمعلم عبادي واخوك سناري؟ وفين نصيب المعلم حسان؟ انا ماليش صالح، الفلوس في الشنطه دي حق نصيبي، نصيبي قدامه اهو، عايز يبيعهولك يبيعهولك وحر. يلا يا دياب. يلا يا عبادي. اتفضل يا كبير. يلا يا سناري. اتفضل يا معلم عبادي. معلم حسان انا معيش فلوس خالص تاني. وانا ما بيعش بلاش، البضاعه قدامك واديك عينتها، عايزها ادفع ثمنها. انت مش شايف انه خد الفلوس بالقوه؟ قول الحمد لله ان خلصت من شره. لكن المعلم حسان عمره ما كان غدار ولا طماع. جهران هتنقل البضاعه دي كيف؟ الحاجات الصغيره هناخدها نلمها كلها واحنا ماشيين، والحاجات التقيله هيجي رجاله الخواجه يشيعوها. وانا بضاعتي من التقيله، لما يجوا ياخدوها يدفعوا كد تمنها مرتين. معلم حسان
انت ذكي جدا، عارف ليه؟ عشان عارف ان بضاعتي غالية مش رخيصة وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعة كلها. مية حلوة كتير. دي جنة في قلب الجبل. ودلوقتي هاخدك معايا بيتي، هناك هتشوف بيوت وعيلة كبيرة زي أي بلد في الصعيد. وكلكم بتشربوا من العين دي؟ طبعًا، العين دي هي اللي بنروي منها الزرع، وهي اللي بنشرب منها وعايشين عليها. حاسس إن أنا في وسط مملكة معزولة. أيوة كلامك صح يا خواجة. إحنا هنا محدش داري بينا. بالك أنا بعتت ولدي هناك في سوهاج عشان يتعلم عند قرايبي. لو سمعت كلامي حسان هخلي البلد دي مملكة وانت هكون الملك بتاعها. يا بيه الملك لله. بالك احنا بناكل في نفسنا زي دود المش ولا حد حاسس. عارف لسه واحد مقتول من شوية. لو قلبك حديد هتبقى ملك الجبل ده كله. انا قلبي حديد قوي وعيلتي تسد عين الشمس. يبقى تيجي معايا أسوان لمدة أسبوع، هقابلك بشخصية مهمة هتعلمك حاجات كتير قوي هتحكم بيها كل الناس اللي في الجبل هنا. يا بيه إذا كنت بتقول كده علشان يعني تساومنا في السحر، لا أنا مفتح جو. نو نو حسان، لو لك أنت كان بندري قتلني. أنا برد جميل حسان، اسمع كلامي تكسب كتير. دي بيوت عيلتي وما فيش حد غريب وسطينا. بس ليه البيوت كلها انتوا بنينا فوق منطقه عاليه؟ ساعات المطر في الشتاء بيبقى زي السيل والبيوت الواطيه بتغرق. ده مغاوري ولا عمي بيرحب بيك. رد التحيه يا ناجي. تؤمر يا كبير. لكن الارض اللي انتوا بتزرعوها مكانها فين؟ 50 فدان بين الجبل على بعد 2 كيلو من هنا. أرض طينة مخلوطة بالرمل. والأرض دي بتزرعها ايه؟ خضار لينة وأكل البهايم، وبنعتمد فيها على مية الأبيار والعين. أنا مش خبير في الزراعة، لكن أنت لو جيت معايا أسوان أعرفك على خبير كبير قوي عنده أسرار خطيرة في الزراعة. لو نفذت اللي هيقولك عليه ويعلمهولك هيشتري منك المحصول بملايين. محاصيل ايه دي اللي تباع بملايين؟ اتفضل يا خواجه اتفضل. اتفضل. شوف يا معلم حسان، انا عايزك تفكر في الملايين اللي هتكسبها. الملايين دي اللي هتخلي نجع الجبل جنه، فيها مولدات كهرباء وفيها مواتير هترفع الميه وتوصلها للبيوت والابار. كلامك زين يا خواجه بس يخوف. لو بنداري مكانك دلوقتي كانش خاف، ولو انا كنت عايز اديله الفرصه كان هيحكم نجع الجبل ده، لكن انا اخترتك انت. عارف ليه؟ لان انت اذكى منه بكتير. قلت ايه يا معلم حسان؟ الوقت يا زرزور. يا مرحب، اعملوا لنا شاي. يا مرحب يا مرحب يا رئيس عبادي. مرحب بيك يا كبير الجبل. بس انت عجبتني النهارده لما حطيت يدك في يدي وكدنا حسان. يا ولد ابويا عبادي طول عمره راجلنا واحنا عمرنا ما قصرنا معاه. اللي حسبته لقيته، واللي انت عملته مع الخواجه حسان ما كانش يقدر يعمله. والنتيجه هي شنطه مليانه فلوس لينا فيها النص. ما تبقاش طماع كده يا عبادي. ليك فيها النص؟ لا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا رئيس بنداري؟ الاصول يا سناري، انا خدت الفلوس دي عافيه لعيلتين وبس. اها اديك قلتها، خدت الفلوس لعيلتين وبس. اسمع عبادي، هتاخد التلت وكفايه ان انا وافقت ان عيلتي تتساوي بعيله حسان ولا عيلتك. خبر ايه يا بنداري؟ هتستقل بعيلتي ولا ايه؟ اصبر بس يا عبادي، يا ما نعرف دماغ الكبير فيها ايه.
نصيبي لازم يبقى اكبر نصيب. وفضكم الحديث العفش ده والا هزعل منك يا عبادي. المحبه اللي بينا تتقلب ايه، وحسان يشمت فيني. خلاص يا ريس عبادي، اللي عند البندريه ما يروحش، واعتبروا عندينا وكلنا اهل وخوال. افارب عليك يا سيد ناري، هو دي القريب الصح اللي ينصح قريبه صح. على اي حال ما حدش يعرف الشنطه فيها فلوس قد ايه. ماشي، وانا موافق بالتلت، بس امانه عليك تقول قدام اهل النجح ان احنا قسمناها بالنص عشان عيلتي ما يقولوش عليها تهونت في حقهم. كلامه معقول يا اخوي، ويكيد حسان ويعرف كل اهل الناجح ان اللي يجي في حمانه عمره ما يتظلم. ماشي عبادي ماشي، هنقول قسمناها بالحق وكل واحد عارف حقه. ها في السر، في السر يا عبادي. بس تفتكر يا اخوي حسان هينفذ اتفاقه معاك ويبلغ الحكومه عن الاثارات اللي هياخدها الخواجه؟ تبقى وقعته مطين الطين لو بلغ. ليه؟ الحكومه هتاخد نصيبه ببلاش، وهيضيع على روحه ألوفات هو واهله وناسه. لو كان عايز يبلغ كان بلغ من الاول، من ساعه ما لقيناه. ما هو كان عايز يعمل كده لولا انا وقفت قدامه. ليه؟ الحكومه هتاخد نصيبه بلاش، ده غير الرجل اللي هتدب في بلدنا ويكشفوا حرب بيوتنا. حتى لو بلغ ما حدش هيسال فيه، هي الحكومة تعرف عننا حاجة ولا تعرف قاعدين فين ولا بنعمل ايه؟ يا راجل ده النفر مننا لما بيروح المحافظة عشان يثبت مولود ويطلع له شهادة ميلاد بيدوق السبع دخان. خلصت القول ان احنا خدنا حقنا وخلاص، واللي يعرف يجيب حق اهله وناسه يبقى كبير، ومفيش كبير الا كبير واحد، اخوي البنداري. اشربوا الشاي، اشربوا اشربوا. كيفك يا خاطر؟ زين. وين الكبير؟ في المضيافة، خش السكة فاضية. أكل جميل يا ساتر. الهنا والشفا يا خواجة. كل كل. لا كفاية. خلاص يا خواجة، البضاعة كلها في أمان، تقدر تشيع رجالتك يشيلوها. يا جعران افهم الأول، البضاعة تطلع كيف وتروح فين؟ مش لازم تفهم يا معلم. أنا اشتريت ودفعت فلوس، وبقيت فلوسك هتاخدها في أسوان زي ما اتفقنا، أما ترجع هنا في ناس متخصصة هتعرف تنقل البضاعة لما تاخدها منك. والحاجات الخفيفة مش قلت هتاخدها معاك؟ الورق ده بس اللي هاخده معايا، إنما بقية الآثار ليها ناس متخصصة بيعرفوا ينقلوها ويقدروا كمان يحافظوا عليها من غير مشاكل. خد بالك يا خواجة، البضاعة لسه تحت يدي وفي حماية عيلتي، يعني مش هتطلع من هنا لما رجع له بصاغ سليم ومعايا كد اللي خده من داري مرتين وأكتر كمان. معلم حسان، اللي عملته معايا أنا وجويس وعندي كتير قوي، تسمح لنا بقى نمشي عشان الطريق لسه طويل. وأنا هاجي لك أصلاً كيف؟ جعران، جعران هيجيبك لحد عندي. سلام. سلامة يا خواجة، مع ألف سلامة. نجي يا كبير، تفضل أواصلك لطريق الأمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تفضل يا خواجة. زرزور خاطر. أيوة كبير. شيل الوقت ونظف المكان. عيني حاضر. مالك يا حسان؟ كأنك ما اتفقتش معاه. اتفقت. هاخد كد بنداري وعبادي مرتين. اهمنها المره الكدابه عجيله؟ امال ايه الحديث الماسخ اللي قالته عجيله مره بنداري؟ قالت ايه ابو زين الخصري؟ اول ما جوزها خد الفلوس من الخواجه جعرعر وقال لها عشان تشمت فينا، كان عيلتنا خايبه ومستنيه منهم الفضله. طول عمرها مره ناشفه وغلاويه. همي ليهم ياكلوا فرحهم. مش الشطاره ان ناخد كل اللي مع الشاري، الشطاره إن ناخد قيمة الحاجة اللي نبيعها وبس. ويكون في علمكم الخواجة أضحك عليهم وما قدرش يضحك علي، أروح أسوان وحاضر اللي أنا عايزه وزيادة.
ريحة الأرنب زينة جوا مناع. أنا خايف لحسن ديب يشم ريحته ويهجم علينا. الديابة تخاف من النار، ولو جه ديب همسك سيفي وأشق نصين. هو أنا هديله بالخنجر بتاعي في قلب الديب. بعد يدك عن الأرنب، أنت اتخوت؟ أعمل إيه يا مناع؟ بس أنا جوعت قوي. هو خلاص استوى. قوم هات لنا ورقة من أي شجرة نفرشها على الأرض وناكل عليها. يا أبوي عليك، ما أنت نص وأنا نص وخلاص. ونحرق يدنا ليه؟ ها؟ يا أبوي على جبنك؟ خلاص أنا هقوم أجيب الورقة، هات السيف. وعايز السيف ليه يا جريئة اللي ما بتخافش؟ يا غباوتك عشان أقطع بيه من الشجرة. هات. يا سلام لو في شوية ملح كان بقى طعمه حلو قوي. ده يا دوب يكفيني لوحدي وياريته يشبعني. ايه توك ليه يا وقت؟ أرنب صدنانة ومناع من عند العين. يا لهوي الواد سخن مولع محموم، شوفوا كده يا بنداري. اتلاقيه وقت هوا العين. تعال يا واد تعال. مش قادر يا بوي، بطني بتوجعني. تعال وريني. الواد مسموم، جرصتك حاجة؟ لا يا بوي. هيا عقرب. بقول لك ايه، اعملوا له الخلطة وخليه يشربها وكلفة وينام، هيقوم طيب. والسم هيجيله من وين بس يا بنداري؟ يمكن من الخنجر اللي سرقته انا ومناع من وسط الأسرات وقطعت بيه الأرنب. وريني هاي وريني. ايه دي يسوى شيء وشويات، ولا خنجر الملوك يبقى تسمم الخنجر ده يا بنداري؟ يعني ايه يا عمي؟ هموت من سم الفراعنة؟ لا يا حبيبي لا، هتموت من الضرب، عشان أي نوبة تانية تسرق حاجة ما حدش يشوفك. يلا غور غور. ما تنزل تاكل ويانا يا حسان، صوتك من الفايش اللي هيسد النفس ده. وأكل الفايش ده مزاج عندي. أنا بقول ما دمت مسافر الأسوان ومشوارك طويل وكله خضخضة، يبقى لازم تاكل حاجة تقعد ببطنك. لا ده أنا مجهزة له أكلة حرشة ياكلها طول الطريق. متجهزة له؟ أمال مين اللي طبخ طول الليل؟ وهو عيب تطبخ الكبير الناجع. لا بس كل حي ياخد حقه. اسمع يا أخوي نصيحة مني عشان ما توجعش قلبي عليك طول غيابك. قول يا وجيدة. أنت كبيرنا هني، والصغير والكبير يعرف مقامك زين، لكن في البندر وسط الناس ملناش مقام يا اخوي. اقفلي خشمك يا مرة، انا مقامي محفوظ في اي مطرح. مرتك معاها حق يا حسان، اول ما تدلع على البندر هتلاقي العساكر هناك مترشقين في كل حتة، ولو مسكوا فيك اول حاجة يسألوك عنها هي البطاقة، وانت عارف احنا لا معانا ورق ولا بطايق عشان يقولوا احنا مين ولا من فين. ما تاخدني معاك يا ابوي، انا معايا بطاقه. صوره حلوه يا كبير، اسمع كلام الواد وخد وياك. اهو على الاقل واحد منكم يبقى معاه بطاقه عند اللزوم تثبت شخصيته. يا ريت يا ابوي، وانا كمان اعرف حياه البندر واعرف امشي في الشوارع وادلك. جرى يا ولدي، عايز اتحمى فيك؟ العفو يا ابوي، انت بتحميني، انت واخدني معاك كيف اعرف قعده الرجاله وكيف بيتفقوا. فايق عليك النبي تاخده في يدك يا اخوي. اي صوت السلام. خلاص هتيجي معاي عشان كمان توعيني على كلام الخواجات وألعبهم، وعشان تبقى كبير. ربنا يخليك لي يا أبوي، ربنا يخليك لي. ويخليك يا ولدي.
اوكي. اتفضل يا ريس حسان. اتفضل. اتفضل يا مناع. السلام عليكم. سلام. اهلا 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 بالراجل الشهر. اهلا يا خواجي. اهلا بيك. ازيك يا معلم حسان؟ اهلا بيك يا خواجي. اتفضل اتفضل. اهلا اهلا. ازيك يا جعران؟ ازيك يا خواجة؟ اتفضل اقعد يا معلم. اتفضل. اهلا وسهلا. تمام يا ريس حسان، اديني جبتك لحد الخواجة. ها متشكرين يا جعران. افوتك انا عشان الحق البازار بتاعي. باي يا جعران. باي يا خواجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسان ابنك ده؟ ايوه مناع ولدي بيدرس ثانوي، بيفكر زين، احسن من ابوه، وان شاء الله هيبقى كبير العيله. يبقى هو ده راجل المستقبل بتاعنا. استقبل يا خواجه، انا جاي في كلمه ورد غطاها. انا وصفت بلدكم لصديقي بنيامين. بيني بيني مستر فيمن. صديقي بيني خبير في الزراعه، لما وصفت له بلدكم قال لي انها مكان مثالي يصلح لتجربة بعض أنواع البذور اللي هيعمل منها أدوية مهمة جداً وغالية جداً جداً. تقصد يا خواجة العلاج بالأعشاب؟ إحنا عندنا في الجبل علاج بالأعشاب لكل الأمراض حتى لو جرسة التعبان. ابنك ده ذكي جداً يا حسان، بس أنا يا جماعة مش خبير في الزراعة، اللي أقدر أعمله أني أخدكم أعرفكم على بني. أضمن مالي في يدي الأول، إن شاء الله أروح معاك بعدها الوحد. ده مبلغ كبير يا معلم حسان، هتمشي ازاي بيه وتتحرك بيه في الشارع؟ وانت كيف قاعد هنيه ومعاك المال ده كله؟ انا شايلهم في البنك، بعد ما تقابل بيني وتتفق معاه اخدك وننزل على البنك قبل ما تسافر اسلمك الفلوس فورا. ابوي انا عندي فكره احسن، نروح على البنك نفتح حساب ونحط الفلوس باسمي قبل ما نروح اي مكان. ودي طريقه مضمونه يا ولدي ناخد بيها فلوسنا؟ ايوه يا ابوي، لو الفلوس باسمي هتبقى تحت امري ومحدش هيقدر يصرفها من البنك غيري. خلاص يا خواجه انا موافق على اللي يقوله مناع ولدي. ده انت مش ذكي بس، ده انت هتكون قائد عظيم كمان. ربنا يكفيك يا ولدي شر حسد الخواجات. طب يلا بينا بقى يا جماعه اعرفكم على صديقي بنتي. اتفضلوا. يلا يا معلم حسن. اتفضل يا خواجه. تعال يا مناع. تعال يا ولدي. اتفضلوا. وبعدين معاك يا ناجي، انت هتحرقوا يا تطلع عيني، احنا جايين نتصالح ولا جايين نتعاركوا؟ هملوا يا عبادي هملوا. ناجي طول عمره كده همجي على الفاضي، غاوي النطحه وبس. شوف يا بنداري، اللي عملتوه ده كان غلط، ولولا ان اخوي حسام مخه كبير كانت قامت مضعك او مجزره ما بيننا وما بينكم، ولو انا مطرحه كنت قتلت اللي قتل معه. بتقول ايه انت؟ بتقول ايه؟ تكتل نفر من البندريه، جسد نفر ملوش عازه، لا له اهل ولا ناس واصلنا. ده ماضي في رقبتنا كلنا. احنا اهله. اهله كيف؟ اهله كيف؟ بالزور اياك. ما دام عاود على النجع وخد كلمه امان من اخوي يبقى خلاص اصبح مننا وعلينا. وقتل النفس بالسهل يا ريس بندري، الراجل ما عملش حاجه تستاهل. ده لو كانت قتل عشان الكلمه الهايفه اللي قالها دي. امال الراجل غرق في دمه ليه؟ ما تفهمونا يا اخوانا. طيب سامحنا عاد يا ريس بنداري، انا هتكلم بصراحه عشان نفض المشكل ده. ماضي طلعت منه عيبه كبيره قوي قوي يستحق عليها القتل، اتهجم على مرض دياب وفي شهود من عيلتك ومن عيلتي. لولا الخوف من الفضيحه انا كنت عملت له محكمه، وكده ولا كده كانوا حكموا عليه بالقتل. انا اللي قلت للرجاله يقتلوه ونخلصوا من النوال العفش ده. لو الحكاية دي صح وكلامكم مظبوط يبقى برضك كان لازم تشاوروا كبيرنا، مش تنفذوا حكمكم فيه كده. نفذنا وخلصنا. خلصنا يا ناجي. يلا بينا عبادي، انا افتكر ان احنا خايفين منهم. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. هيوصلكم ردنا بعد ما يعاود كبيرنا للنجع ان شاء الله بالسلامة. العلاج بالاعشاب اصبح اتجاه عالمي دلوقتي، بس توفر الأعشاب الطبية بيتطلب عناية كبيرة ووقت ومجهود. ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا خواجة بيني. يعني الناس العيانين وبيتألموا دولت مش محتاجين إن احنا نوفر لهم دواء نعالجهم بيه وبعد كده نكسب فلوس كتير في نفس الوقت؟ يا ما حدش يكره المكسب، بس الطريقة بتاعتك دي احنا ما نعرفهاش. اصبر اصبر يا معلم حسان، هو هيعلمك. بس احنا ما نعرفش نزرع الا بالطريقه اللي تعودنا عليها، اللي نعرفها ابا عن جد.
شايف الجو اللي في الصوبة دي عامل ازاي؟ انا بتعب قوي عشان اوصله للدرجة دي عشان الزرع يكبر، بس لو في بلد الجو الطبيعي بتاعها بالشكل ده يبقى هنوفر فلوس كتير قوي والزرع هيكبر وهيبقى احسن. طيب هي بلدنا يعني فيها الجو دي؟ كل زرعة وليها جوها، وانا شغلتي اعرف ايه الزرعة اللي تنفع جو بلدكم وعلمك تزرعها وازاي تحط عليها كمية كيماويات معينة عشان ما تبوظش ونبيعها ونستفاد من بيعها ملايين. بينها مهمة صعبة قوي يا ولدي. لا يا بوي مش صعبة ولا حاجة، انا ممكن اتعلم كل حاجة وكل اللي تقولي عليه اكتبه واطلع لك احلى محصول. ما شاء الله عليك، انت تيجي مع ابوك وتتعلم معاه، بس انا عايزك تعمل زي الطلبة اللي في الجامعة ماسكين اجندة وبيكتبوا فيها كل حاجة كل التفاصيل عشان لو نسيت حاجة نبص في الاجندة ونضمن احسن محصول. اطمن انا شاطر قوي وهفهمك زين. اتفقنا يا بطل، انتوا بقى الاسبوع ولا العشر ايام الجايين هتيجوا تقعدوا معايا هنا اهو تتعلموا كل حاجه، وبعد كده هديكوا البذور والكيماويات اللي هتحتاجوها. خلاص يا بوي، هبعد عن اهلي وناسي عشر ايام. يا حسان اللي هتعمله ده كنز، كنز يساوي ملايين اكتر من الكنز اللي لقيتوه. الفلوس دي هتساعدك انك تدخل كهربا وميه بلدكم من غير ما تحتاج للحكومة. حكومة ايه؟ هو حد من الحكومة يعرف لنا مكان؟ دول بيعتبرونا طلعنا شيطاني كده من بطن الجبل. مش لازم تعتمدوا على الدولة تعمل لكم كل حاجة، مدام تقدروا تعتمدوا على نفسكم وتتطوروا. شوف يا خوية، مدام النية خير نتوكل على الله. في حاجة مهمة بقى عايز اقول لكم عليها، الاعشاب اللي احنا هنزرعها دي ممكن تكون من وجهة نظر القانون ممنوعة لمصلحة شركات الأدوية، عشان كده اللي احنا هنعمله ده لازم يبقى سر. ايوه ما وبعدين هي الحكومه هتوصل لنا كيف؟ دعنا في اخر الدنيا. في نباتات غاليه قوي لان الخلاصه بتاعتها لا غنى عنها في كل العمليات الجراحيه كمخدر، وفي نباتات اغلى من كده بكتير عشان تستعمل كمنشط للرجال، وفي نباتات تانية بقى ارخص من كده بكتير بتعالج الكبد والكلى. كل متوقف انتوا عاوزين ايه؟ عايزين غالي طبعا، احنا ورانا مصاريف ياما. نشتغل في المنشطات مادام بتكسب اكتر واغلى. للاسف ده مش ممكن يتزرع في بلدكم هنا، ده لازم يتزرع في بلد حر عند خط الاستواء. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتزرع هنا اهو هي النباتات اللي تستعمل كمخدر للعمليات. يا ابن الفرطوس، عايزنا نزرع حشيش وتقول عليه دواء؟ لا يا خواجة، الزرعة دي مش جايبة همها. يا رئيس حسان، إيراد واحد يجيب لك قد خمس فدادين قمح، وأهم ما في الأمر بقى إنك أنت تقدر تعمل كل ده من غير ما حد يحس بيك. قلت إيه؟ نجرب يا أبوي في كام جراط، وبالمكسب نشتروا بهايم ومولد كهرباء وندخل التلفزيون في بيتنا. وافق يا أبوي؟ وافق. وبعدين في الورطة دي أنا لو قلت لا ممكن يقتلوا ولدي ويقتلوني. لو وافقت من بكرة ممكن نبتدي مرحلة التعليم العملي. أوكي.
بقول لك ايه يا واد يا زرزور؟ ايوه يا سناجي. ده تقعد هنا معاي تسليني لحد ما تاجي عربيه، فاهم؟ فاهم. بس امانه عليك يا سناجي، لما توصل اسوان وتشوف الواد جعران تديله على قفاه على طول قبل ما تعرف مكان سي حسان عشان يقر ويعترف. انا قلت لك تقعد معاي تسليني مش تقلب له دماغي. خلاص اهدى، في عفره جايه من بعيد هناك. ها عفره اهدى. حظك زين مش هتوقف كتير. العربيه دي ولا اهدى؟ ايوه احسن اهو، على اقله هرتاح من وشك العفش. قابل يا واد وشاور يا ريس. اهدى من ده الواد منع ده. منه منه يا ولد اخوي. اه وسيدي حسان. حسان اخوي كمان. اه يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حسان. الحمد لله على السلامة يا كبير. وقف يهود وقف يهود. انت يا سيدي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا كبير. زور شيل علشان يحطها على الجبل. ايوه الحمد لله جينا بالسلامة. شكرين يا اسطى شكرين. عدي عدي عدي. سلامة. يلا برعاية الله. ايه ايه الحاجات دي كلها؟ اقول لك ايه، شايف الشنطة دي مليانة فلوس والباقي في البنك. بنك؟ واحنا بتوع بنوك؟ ايه ايه الحاجات دي؟ دي حكاية طويلة قوي يا عمي، هبقى احكي لك عليها بعدين. الله الواد بيخبط على كتفي. ايوه تمنى ده. ربنا يحميك يا ولدي، كأنه كبر 10 سنين. أنا مش عارف أنت قلقان ليه يا أبو مناع. مش عارف أعمل إيه يا وجيبة. تشوف مصلحتك فين وتمشي وراها. إذا كانت مصلحتي دي ما تريحش ضميري. واللي يريح ضميرك تضيع علينا القرشينات وتدي الكنز للحكومة ببلاش؟ ما إحنا ما نعرفش قيمته صح، اللي يعرف قيمته صح هو الحكومة. قلبك واكلك جوا على الحكومة؟ أمال الحكومة قلبها مش واكلها علينا ليه؟ ما احنا مرميين في الجبل ولا حد يعرف اذا كنا عايشين ولا لا. يا الحكومة هتوصل لنا كيف؟ احنا بعيد قوي عن العمار. شوف يا حسان يا اخويا، انت كبير ناسك ومسؤول عن عيلتك صغيرها قبل كبيرها. يا وجيدة وانا قصرت في حاجة؟ لما تضيع علينا مال ممكن يزود غنماتنا ويجيب لنا ركايب ومواشي تنفعنا تبقى قصرت. طب وإذا قلت لك إن في سكة تجيب لنا فلوس بالكم؟ يبقى خير وبركة وتمشي فيها طوالي. بس السكة دي هترجعنا مطاريد تاني في عين الحكومة بعد ما نسيونا. وهي الحكومة كانت عطتنا إيه عشان نخاف منها ولا نبكي عليها؟ كلامك زي كلام الخواجة، قال الجنون للي يستفيد منه، واحنا ما بنستفيدش بجنون الحكومة. يبقى لازم يكون للنجع قانون ليها. ايوه جنون ملوك، وابقى انا الملك بتاع النجع واطلع القوانين اللي فيها مصلحة النجع. والله كلامه زي شفت انت، علشان تدخل الواد مناع المدرسة وتطلع له شهادة ميلاد عملت ايه؟ اتبهدلت وكتبت له عنوان مزور عشان ما فيش حد يعرف حاجة عن نجع الجبل، وهملته يعيش في سوهاج. ايوه وهامله كمان لغاية ما يخلص الجامعة ويعاود يلقى أبوه خلى نجع الجبل جنة وحزرع الجبل من خيرات ربنا. وحجيب فلوس منين لده كله يا حسان؟ مش واحد يا وجيدة، كبار النجع لازم يدفعوا فلوس عشان نعمر النجع. مدام الحكومة مش سائلة فينا يبقى لازم احنا بقى نبص لحالنا. Thank you.
صبر يا صبر. انت مالك عماله تتمايع من الصبح في فطير المقايم يا عميش؟ ها؟ زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المواشي دي ما كلتش. إيه؟ هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت، انا لو جيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح؟ اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. لا قول لي يا حصاوي، امسك امسك. لا قول لي حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالبشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه، البشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اني مركز في محافظه سوهاج، بس بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللي منتي، هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البلينة، ولما ربنا كرمه ودخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، هو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سالت لنفسك يا سياده المقدم انت حكيت لك على كل حاجه بصراحه وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. سيدي مناع بيه، الحمد لله على السلامه. سيدي مناع ده الواد عميش التباع بتاع مصنع العلف. يا سياده المقدم احمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقه. اقول لك ايه يا بيه، هتتفضل معايا على مكتبي ارسيك على كل حاجه بالورقه والقلم. تفضل يا باشا. قهوه تكيل. مظبوط يا مناع بيه. مين قهوه مظبوط بسرعه يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمه اللي ظهرت فجاه في محافظه سوهاج. انا عايش في سوهاج من ايام ما كنت طالب في الاعداديه في الباليه، انا ونقلت هنيه من ايام الجامعه وكملت حياتي في سوهاج، يعني ما ظهرتش فجاه. بس لما تشتري مزرعه الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجاه. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كليه الزراعه شعبه انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعه وما لقيتش عندي مشكله في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكون في البحث ويبقى ملفك عند الحكومه مستوفى وسليم. اظن برضك ان سيادتك تعرف من شهاده ميلادي يعني اني مولود في قنا. كان حقك تسال الاول انا ليه عشت محوط في سوهاج الفتره دي كلها. يا ريت تقول لي يا باشمهندس. انا اتولدت يتيم، الطار كنس عيلتي كلها، ما خلاش فيها ولا نفر الا خالي الله يرحمك يا خالي، وقال لي ان احنا كنا اغنياء وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني وعطاني فلوسي، وايامها كنت لسه في ثانوي حطيتهم وديعه في البنك، ولما تخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. أمال إيه الحكاية؟ فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. ما أنا سبق وقلت لك، أهلي وناسي مالهمش ذكر عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق، ما لقيناش ليه أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلاً كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بقنا. الله يرحمه ويحسن إليه. هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال اني مش اخو امي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الدار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش
حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الضاره وسط عيله الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا ويعرف اصلي وفصلي. الخوف لا انقتل، هنقتل على قد ناس ما عرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. أنا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الإدارة. سيادتك عارف أنا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون أي ذنب، وجاي زموت برضك بدون أي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب أكبر مزرعة مواشي فيك يا سهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا أخوي، ربنا يكرمك. انت فين؟ احسن دي، احسن دي، انت فين يا نسمه؟ انت فين يا حبيبتي؟ تعبتيني. راح فين يا ربي؟ راح فين؟ لو راجع يحسدني وديني من الفايده. تعالي مسكتك، مسكتك يا بنت حسان، مسكتك. حسان كده حاف من غير سيدنا؟ ان كان علي أنا عايز أقول له يا سيدي، عايز أقول له يا تاج راسي، عايز أقول له يا سيدي النجع كله، لكن أعمل إيه؟ عمي وأبوي لو سمعوني هيقتلوني. هو أبوك كده طول عمره بيكابر وعمره ما بيعترف بالحق أبدا، هو لولا أبوي كنا عشنا في الأمن اللي إحنا فيه دي. وهو لولا أبوي ما وافق وحط يده في يد أبوكي كان حصل حاجة في النجع. طول ما أنت بتقول أبوي وأنا بقول أبوك وهما الاثنين واقفين لبعض كده زي ناقر ونقير، عمرنا ما هنتجوز ابدا. روح فين؟ تعال يا نسمه خلينا نمشي. صدقيني يا نسمه انا ابويا طيب، لولا بس الافيون هو اللي لحس عقله، لكن عمي اقول لك عمي دايما يوزه ويقول له لو خليت حسان يركبك هيدوس عليك بالجزمه. والله العظيم حرام، انا ابويا طول عمره بيفكر في حال النجع كله وعمره ما فرق ما بين عيلة والتانية، وانت عارف الكلام ده. عارف عارف يا نسمة، لكن تقول ايه؟ تعرف بيقول له ايه كمان؟ ايه بيقول له لو وقوفك قدام قالت حسان كان فكر في عيلته وبس. طب ما تفكر لنا فكرة يا ابو الافكار، ازاي نجمع بين العيلتين؟ يا همام لو حد من عيلتي ولا من عيلتك عارف ان احنا بنتقابل في السر هيقتلوني ويقتلوك انت كمان، والعيلتين يقوموا على بعض، واكيد عيلة من الاثنين هتفنى. انا فكرت خلاص وصدرت عمي وهيفتح ابوك في المجلس، وطبعا عمي وافق عشان اكيد ابوك هيرفض. اكيد هيرفض وتيجي على راسي. هتيجي لمصلحتنا يا عبيطه. قولي لي ليه؟ ليه؟ لانك لما تبقي محجوزه لي محدش في النجع لا من قريبنا ولا من قريبكم هيقدر يتقدم لك بعد كده، فهمتي؟ بعد عني. ايه ما فيش ولا لمسه قبل الجواز. تعالي 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 يا نسمه تعالي تعالي. كلنا دلوقت بقينا عيلة واحدة، يعني ما فيش فرق بين عيلة بنداري ولا عيلة عبادي ولا عيلة حسان، يعني مصلحتنا واحدة وسرنا واحد. حديثك زين يا كبير، لكن ما هواش حقيقي. تقصد ايه يا ريس دياب؟ ولا فرقت بين عيلتي وعيلتكم وعيلة عبادي؟ ما احنا مع بعض بما يرضي الله، ولما بنبيع اللي بنكسبه بنوزعه علينا، والحمد لله بقينا احسن من اهل المنبر كمان. مش ناقصنا غير التلفونات. ايوه والدش ابو الالوان. دي وعره يا سناري، لكن اطمن مناع ولدي البشمهندس مناع وعدني حيلاقي لها حل. وما دام مناع ولد اخوي قال ان عنده حل يبقى هيحلها. يبقى هذا مطبق ولا؟ بس انا قاعدين يا معلم بنداري. بس يا ريتك يا بنداري قاعد وسطينا بوعيك زي زمان. خبرين يا راجل،
هتتنجر على اخوي الكبير ولا ايه؟ محدش بيتنجر يا دياب، روق المال وخليك محضر خير وما تعزولناش يا راجل. اخوانا حاشا الله، ربنا يعلم انا حزين لمن داري كديه. يا ما قلت له ما يقربش الا فيون، لكن هو عاند وكابر، وادي النتيجه قاعد مش داري الحاله. لكن انا وعيلك قوي يا كبير، وبدي تثبت ان البلد كلها عيله واحده ومفيش فرق بين عيله وعيله. وحسبتها كيف دي يا دياب؟ توافق على جواز والد اخوي همام من بيتك؟ قلتيها يا كبير، احنا طول عمرنا وكل عيله بتتجوز منها فيها، وما دام كلنا هنبقوا عيله واحده يبقى مفيش ما يمنع ان العائلات كلها تتلخبط في بعضيها. يا توضح كلامك يا دياب، يا تصحي كبيرك يتحدث. يعني انتوا عايزين حته من لحمي تعيش وسطيكم؟ بالجواز وبشرع الله. خلاص، يبقى انتوا كمان تدونا حته من لحمكم تعيش وسطينا بالجواز وبشرع الله، وحمراعيها كيف ما حتراعوا بنتي. انا عارف ان من داري عنده بنت اخر العنقود. تمام، زينة وهي زينة صح، لكن لازم اللي يتجوزها ما يكونش اقل من اخوها هما. تقصد ايه يا دياب؟ انا قصدي على بكري والد اخوي ناجي، راجل والد راجل. يا راجل، وين الرجال يا دياب؟ لا، احنا ما نوافقوش باقل من ولدك مناع. ده لو انت صح عايز البلد كلها تبقى عيله واحده، لكن لو ما وافقتش يبقى تبطل الحديث الفاضي ده اللي ما منوش لازمه ومحدش هيصدقه. هو يا اما نمشي كلامك يا دياب يا اما لا. ده ايه الحديث الماسخ ده يا اخوانا؟ انا كلامي من قلبي لمصلحه اهل النجم، وما دام مستقبلنا واحد يبقى كمان عيلتنا تبقى واحده. وانا ما اقدرش اقول موافق الا لما اشور عيلتي، لكن باذن الله خير. عم سعدون، عم سعدون طمني. يا عم سعدون ليش ما تفضل؟ فضي والدي كبرني، بس يا خساره طلعت زي القرعه تمد البره. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هي عيلة البنداري كان فضت من البنات، لو عايز تتجوز قول لي كان جوزتك بنتي جميله. يبقى عملها عم دياب يا فرحه قلبي. روح روح يا ولد كبرني، فتك بعافي. مبروك عليك بنت كبير النجعه يا همام. يبارك فيك ابوي. عم دياب ابوي طمني يا عمي، الناس طالعين يباركوا لي ليه؟ مش قلت لك ادخل حسان فورطه؟ اديني دخلته فورطة محدش هيوافقوا عليها من عيلته ابدا. ليه يا عمي؟ هو انا ورطة؟ ما كانش العشب القاعدة انفضت وليه؟ يا ابوي عليك يا ولد ابوي، مليون مرة قلت لك بلاش الافيون على الصبح بيتي ولك. الافيون ده مزاج، خليني كيف الفرس. كيف الفرس؟ طب يلا يلا همام اسند ابوك وروح البيت، واكلوه زفر وشربوه شاي تقيل بدل ما يضحك الناس علينا. قلت له مليون مرة هو مش راضي يسمع الحد. لا لازم يسمع وهيتعالج غصب عنا. كفايه ان حسان عمل عبره لكل اهل النجم. يلا يلا يا ولد ابوي يلا. تعال ابوي تعال. من غير كلام كتير ملوش لازمه. اسمع يا استاذ، انا قررت الغي كل حساباتي من عندكم لانكم طلعتم اسراري برا وكشفت رصيدي. رواق بس يا منابي، وما فيش داعي للغضب، اتفضل جوه قابل السيد المدير، هو عنده علم بكل حاجه واشرح لك كل حاجه. موضوع اللي عنده علم بيه بس. اتفضل. تفضل يا مجنعبي، اهدى بس، انزعل نفسك ليه؟ تفضل. ايه خبري؟ ازاي بيه رصيدي كل من هب ودب ممكن يطلع عليه؟ حسابات العملاء هنا سرية ومضمونة، ومش ممكن الكشف عنها لأي حد، إلا للعميل، إلا بحكم محكمة. هو ده حصل معايا كيف طيب؟ يمكن موظف سربها غلط لجهة أمنية ولا حاجة، لكن إحنا من ناحيتنا هنكشف عنه ونوقع عليه العقاب، ما تقلقش خالص. أنا أسفة يا توفيق بيه، في حاجة في كشف الحساب ده
غريبة قوي مش فاهمها. وريني كده. لا غريبة ولا حاجة، لأن صاحب الحساب قاعد قدامك اهو. حضرتك سحبت 10 مليون جنيه مرة واحدة الشهر ده ولا في حاجة غلط؟ واضح يا توفيق بين الحسابات كلها سرية، بدليل إن أي موظف ممكن يعرفها. سداح مداح. أنا آسفة بس ده شغلي في المراجعة على حسابات الصرف، ده حماية للعميل مش كشف للأسرار. أسرار إيه وبيجي فيها أسرار؟ بس وقت كلها عرفت إن اشتريت مزرعة من الحاج عبد الكريم ودفعت 10 مليون جنيه، أنت كان ناقص تنزليها على الفيسبوك. المهم دلوقتي ناوي تفتح حساب تاني ولا مصمم تلغي التعامل معانا؟ الله يا توفيق بيه مفيش أي سبب منطقي يخلينا نتعامل معاكوا تاني. لكن يلا خليها عليا المرة دي، لكن يمين بالله ما حد يعرف رقم حسابي الجديد إلا ونصور لك قتيل هنا. وليه بس القتيل؟ نوران خد مناع بيه وتمم له الإجراءات في خدمة العملاء. تحت أمرك يا بابا. تفضل يا أستاذ مناع. يا بنتك؟ أيوه. ما شاء الله ربنا يخليك لك. أنا سألت بنتك وطبعاً استحت، لكن اللي شفته منها إنها موافقة على همام. همام ما يعيبوش إلا زناخة مخ أهله. أخته زينة شاطرة ومليعة، لكن أنا شايفها مناسبة أكتر لولدك بكري. لايقة عليه من دوره، لكن مناع ولدي كبير عليها. لا كبير ولا حاجة، خليه يعوض السنين اللي راحت منه في العلام مع وحدة عمري معاه. مع إن مغاوري ولد عمي كان عشمان يجوز البنت فاطمة. مدام مغاوري ما كشفش عن اللي في نيته يبقى خلاص مفيش ملام عليك يا اخوي، واحنا بنعمل الصالح اللي يوحد الاهالي. وما تنساش البنت فاطمة لسه صغيرة. يبقى شور على وجيدة. وجيدة تعالي تعالي شور عليكي. عارفة اللي هتقوله يا حسام، بس مش هين عليا ودي بنتي بيت البندريه تتلوع هناك واجيب بيتهم تتهنى هني في عزنا. يا راجل دول ما هنش عليهم يجيبوا تلفزيون وراديو زي الاحجان، وانا بنتي خلاص خدت على العيشه ازاي؟ بنتك راضيه وجيده والبركه فيها، هي اللي ممكن تخلي همام بعدين يعمل لها كل اللي هي عايزاه. وهو لو عايزها صح مش اخر الغضله. خلاص اذا كانوا عايزين يتم الاتفاق يبقى لازم بنت تعيش وسطيهم كيف ما كانت عايشه هنا، وكيف ما بنتهم هتعيش وسطينا. إذا كانك دي أنا موافقة. البت اسمها زينة وهي زينة، وشها سمح ولسانها عفيف. على بركة الله. قول لهم يا ناجي إن إحنا وافقنا، وقول لهم كمان على شروطنا. بس الناس دول يا أخوي مخهم بنم، ممكن يتصرفوا غلط. لكن على أي حال لو وافقوا على شروطنا هجيب لهم العمال يعملوا كيف ما عملنا عندنا، ونبقى في الأمان. إيه عندك حق. والله أنا خايف من العمار ده اللي جاي علينا. العمار ده معناه حكومة وناس، ربنا يكفينا الشر الاثنين. كده خلاص دخلت بياناتك ونموذج التوقيع بتاعك. حضرتك تعالى اقعد مكاني ودخل رقمك السري اللي جوه الكارت واضغط انتر واكده مرتين، وبعد كده اقدر اقول لك مبروك. ما اقول لك ايه يا انسه نورهان، وانت يعني مخطوبه او حد قايل عليكي؟ استاذ مناع من فضلك دخل رقمك السري وسيفه عشان اكمل شغلي، بابا ممكن يدخل علينا في اي وقت. واحنا بنعمل حاجه غلط؟ انا بسالك سؤال، عايز اجاوبي جاوبي، ما تجاوبيش خلاص كاني ما سالتش يا ستي. استاذ مناع انا دلوقتي في الشغل. وانا يعني في النادي. خلاص يا ستي ان كان على الشغل وما الشغل هخلصك منه. بسيطه. خلصت يا ستي بالسرعة دي؟ الله، وانت يعني فاكراني عشان انا صعيدي جاهل؟ لا انا عارف في الكمبيوتر كويس. تحب اسيف لك الايميل بتاعي؟ اهو يا ستي، مناع الحويطي ات ياهو يا خلق دوت كوم. وحضرتك سايبني اهاتي معاك واشرح لك في الكمبيوتر؟ بس بصراحة طلبنا شرحك حنين قوي، ولسانك كان بينقط عسل، ما حبيتش احرم نفسي منه. بابا اتفضل. دخلت الحساب الجديد يا نورهان؟ كله تمام.
لعلك تكون انبسطت يا مناع بيه. آه طبعا يا توفيق بيه، متشكرين متشكرين يا سيد نورهان، متشكرين. السلام عليكم. تفضل. مرحبا يا مرحبا يا مناع بيه. اهلا يا جابر. ها هتغدينا ايه النهارده؟ عايز الاكل المره دي يبقى طازه ولا اسيبك اروح مطعم ثاني؟ كل مره بتقول كده بس ما بيهونش عليك. طيب يا سيدي، اخبار الحمام المحشي ورق العنب؟ ثواني وطلبك يكون جاهز. وقعت واحد بابا غنوك ثاني. اللي جملتك النهارده ومن ساعتها خلصنا الحساب لحضرتك وكله تمام. ممكن اعرف عرفت نمره موبايلي ازاي؟ بس هو ده اللي يهمك؟ ايوه طبعا يا فندم. الموبايل المفروض شخصي جدا وملوش اي علاقه بالشغل. ولا بعد اذنك يعني بالناس الاغراب؟ وانا غريب برضك، اعتبريني يا ستي والد خالك ولا حتى اخوك وائل. خدي ودي شويه في الكلام، طولي بالك يا بوي. ده انا كنت فاكر الصعايده بس اللي كده، طلعت انت وقر من الصعايده. على فكره انا صعيديه حضرتك، امي من بحري لكن ابوي صعيدي، وما يرضاش ان بنته تتعاكس في التليفونات زي المراهقين، واظن ده ما يرضيش سعادتك. هو مش سعادتك صعيدي برضك؟ يا ساتر اهدي، امور وهب في وشي يا ست. اسمعيني، طب اقول لك انا اسف، النمره غلط. غلط ازاي يا فندم؟ اذا كان حضرتك عارفني وانا عارفاك وبقالنا نص ساعه بنتكلم على التليفون مع بعض. ما انا بحاول افهمك مش عارف. عموما اسمحي لي اكلمك بعد شويه لما تهدي. حضرتك انا في منتهى الهدوء، حضرتك اللي مش عارف توضح سبب المكالمه ايه. وبعدين انا سامعه صوت اكل وشرب وناس،
يعني حضرتك مش عارف تحترم خصوصية اللي انت بتكلمها. الو مش سامع حاجة. أنسة نورهان، هو الخط انقطع ولا ايه؟ بس انا سامعة حضرتك كويس. مع السلامة يا أستاذ مناع. يا بوي والله اتبهدلت يا مناع. ناس من الحب شافوا أسير. ايه اللي جابك هنا؟ انت لسه ما سافرتش الناجي عليه لغايه دلوقتي. المفروض تكون هناك عشان الطلبيه. انا عارف شغلي زي المنظم حياتي. ويا ريت تقوم دلوقتي. الحكومه حاطه عيني عليا من ساعه ما اشتريت المزرعه. الاسعار الجديده اللي طلبتها ازعجتنا جدا. وكان لازم اجي لك عشان اعقلك. او اكشفك. ما احبش الاسلوب ده. لاني ما بتهددش وكلمتي واحده. او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجه. ولا في ثغره تقدر الحكومة تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغرة دي وتضطر انا سدها. ثغرة؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوقتي. ويا ريت تعمل نفسك متشبه علي ولا حاجة. وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهرمر. ونسيت من هو مناع حسان الحويطي. اللي لو في اي مخلوق مس أمنه وسلامته بينمح من على وش الأرض. أوكي أنا هستلم منك البضاعة في نفس المكان والزمان وحيكون لينا حساب بعدين. أحلى ورق عنب يا ممنع بيه. هو مين دي؟ ده واحد كان بيشبه علي. ما تشغلش بالك أنت يا جابر. جابوا اللي جاب ابوك. سديت نفسي. انا شايف ان كلام عمي حسام معقول وانا موافق على كل طلباتهم حتى لو هبني لهم بيت جديده. والله تعال احضرنا يا كبير البندريه لعلك وعيت وفقت. تعال قول رايك في الحديث اللي بيقوله ولدك. حسام طلع من ورطته قدام اهل النجع وورطنا احنا. طب وليه ما اتجوزت ناسمة ومناع اتجوز زين اختي؟ كانك اتجنيت يا اما عايز بتحسان تيجي تعيش وسطينا وتعرف اسرارنا وعيوبنا وتنقلها لاهلها وناسها. من اختي كمان هتعيش وسطيهم وتعرف اخبارهم وعيوبهم وتنقلها لاهلنا وناسنا. خلص مناع كبير عليها واختك لسه صغيرة. امال ليش شرطت انها تتجوز مناع مش بكري ولد ناجي؟ عمك حب يحط العقدة في المنشار زي ما بيقولوا. كان فاهم ان عيلة حسان هتستخسر مناع في بيتنا. ومدام مناع زين ليه ما اتجوزت اختي؟ اختك محجوزة الولد سعفان. وبعدين احنا ما عندناش بنات تتجوز برا العيلة. طب ما تسأل اختي ما يمكن توافق على مناع. اتقعد يا همان. ما عندكش احساس عديم النخوة؟ عايز اختك تترمي في بط ولادهم. انت ايه مش هيران عليها وعلى عرضها؟ ما هي نسمة هتترمي في باطي وكله بالحلال وشرع ربنا. قلت لك اختك الولد عمك. انا بفكر ارد عليهم واقول لهم ما عندناش بنات للجواز. ما فيش غير جميلة بنت سعدون اللي كان ابوها عشمان يجوزها لك. ياك كنت فاكر انهم هيوافقوا ان انا اتجوز نسمة قصاد ان مناع يتجوز جميلة؟ طبعا مش هيوافقوا، لان حسب الاتفاق اللي اتفقتم عليه بنت الكبير قصاد بنت الكبير، يعني نسمة قصاد زينة. وما دمت انا موافق وهم موافقين يبقى خلاص نتمم الجوازة. قلت لك زينة مربوطة بولدي. انت يا عاد ما هتفهمش. الاتفاق ده باطل من اساسه. ليه؟ افهمك ليه. اي اتفاق بين عيلتين لازم يبقى بين الكبارات، وانا كنت مؤنون. عمك دياب هو اللي اتفق. يبقى الاتفاق ده اساسا باطل. وتصغرني قدام اهل الناجع يا ولد ابوي. معلش يا اخويا معلش. تحمل انه بادي عشان نوصل لمرادنا. بعدين ما تنساش فيه اتفاق قبل سابق انت عملته
وانا وافقت عليه. معاك حق، كلها ايام وتنفذ الاتفاق التاني ونبقوا اسياد الناجة. يعني ايه؟ يعني مش هتجوز نسمة خلاص؟ اذا كنت عايز تتجوز عليك وعلى جميلة بنت عمك سعدون، احنا ما بنطلعش بناتنا برا. لا يا بوي، خلاص يا عمي، لا برا ولا جوا، انا طالع انام ولا جواز بلا خوته. هاملك انا كبير واروح اطمن على الرجاله وهم بيشاونوا الحشيش. بلاش اجاب، بلاش تروح تجر شكلهم، تعرف فهرت حسان هي اللي بتوزن وتشوي. لا لا كبير، لازم يعرفوا ان من حقنا ان احنا نتمموا عليهم. بالاذن يا كبير البندريه. يا بوي. الو، مين اللي عم يتكلم؟ ده منزل الباشمهندس مناع حسان. ايوه، وانا السكرتير بتاعه الخصوصي. انت مين وعايزاه في ايه؟ وانت مالك؟ ادهولي اكلمه. طب هو نايم وما اقدرش اصحيه، غير لما يصحى هو بذات نفسيته لحسن طين عيشتي وعيشة ابوي. طب متشكر، هكلمه مره تانية. طب اقول له مين اللي اتصلت ولا اقول له واحده وخلاص واسيبه هو يخمن؟ هو في ستات كتير بيكلموه ولا ايه؟ لا لا لا، ويمين الله انت اول حرمه هتتكلم هنا من سنين، وعشان كده هو هيستغرب وهيسالني ويقول لي مين اللي اتصل يا حصاوي. خلاص ما تقولش حاجه، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. احرق ابو اللي جابك، صوتك يصح الميتين. مين اللي كان بيتصل؟ واحده اتصلت وما قالتش اسمها وقالت لي ما اقولكش. هو انت هتسافر ولا ايه يا سمناع؟ ايوه، رايح مرات بره غيب كد اسبوع واجيب طلبيه عجول. عايزك تفتح عينك للمزرعه زين، واي حاجه تحصل في غيابي تبقى تبلغني لما عاود، فاهم؟ حاضر يا سمناع، تروح وتيجي بالف سلامه. وابقى روح الحلاق خليه يشيل الهباب اللي في وشك ده. اشيل شنب يا سمناع؟ هو ده شنبك؟ صدق طول العمر ده فاكر شعر مراخيرك. روح 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 اعمل لي شاي ولا حاجه. حاضر يا سمناع. يخرب بيتك، بتتنفس ازاي منه ده؟ مين اللي اتصل؟ مين اللي اتصل؟ نمرة غريبة. ألو؟ ألو؟ أيوة، مين؟ أنا مناع حسان. أهلاً أهلاً باشمهندس مناع. وأنت عرفت نمرتي منين؟ التوفيق به؟ أصلي طلبت النمرة وأنا في البنك عشان أتابع حسابي واللازم منه. أهلاً بيك. لا أنا تحت أمرك يا مناع بيه، أنت تتصل في أي وقت. ربنا يخليك يا بيه، مع السلامة. مع السلامة. بأن البنت اتصلت من ورا أبوها. مين ده يا أبوي؟ ده مناع بيه المليونير إياه. جاب نمرة بيتنا كيف؟ وعاوز إيه؟ عندك أي فكرة؟ أنا؟ فكرتي إيه؟ قصدك إيه يا أبوي؟ لا قصد ولا حاجة. مش فاهم. ايه ما انتش فاهمه التوفيق؟ مين كان بيتكلم يا نورهان؟ عميله بيتكلم في مصلحه، مش عارفه ابوي مكبر الموضوع ليه. عن اذنكم انا طالعه انام. في الحاجات دي اوكي؟ لو في اي حاجه انا هنا. الو، مين معايا يا فندم؟ لا بلاش كده، ما تغيرش قواعد اللعب. عرفتك، انت مدرسه الالعاب بتاعت وائل. شوفي يا ابله، انا طول عمري جد وماليش في اللعب. هو اللعب عيب؟ بالعكس، اللي ما يعرفش يلعب ما يعرفش يعمل اي حاجه. عموما انا مبسوط انك اتكلمتي اخيرا، فتحت الحيطه السد اللي قفلتيها في وش المكالمه الاولانيه. اولا عايزه اشكرك انك ما قلتش لبابا اني كلمتك. ثانيا انا بعتذر عن قله زوجي معاك لما كنت حضرتك بتكلمني يوم ما كنت في المطعم بتاكل. خلاص يا ستي، صافي يا لبن. اصلا يعني في كل سنين دراستي كنت ماشي جنب الحيط زي القطر، ما كانش عندي غير هدف واحد،
امسك الشهاده عشان كده ما كنتش شايف حد من الزملاء ولا الزميلات، فتلاقي كلامي يعني مخلبط حبتين، بس قلبه ابيض زي الفل. لا ده باين خالص. اخيرا كلمه حلوه تبل الريق. والله انا مع عدوانيه خالص، بس انا عذراء. عذراء؟ عذراء كيف يعني؟ ايه الكلام ده؟ عجلك راح فين؟ انا برج العذراء، يعني رومانسيه وواضحه ومباشره. طب ما تلفيني شويه رومانسيه من اللي عندك دي. اصل الوضوح المباشره ما يجيبوش اي حاجه حلوه على البعدك ده. انت في القطر؟ هو انت مسافر؟ عندي مشوار شغلك ده يومين وراجع على طول. هو حضرتك برج ايه؟ عمري ما فكرت في الموضوع ده، ورأيي ان الكلام ده ضحك على الدجون، بس يعني لو عايزاني اريحك انا مواليد 15/6. عميل رقم 15/6. برج الجوزاء ده برج صعب قوي. لا وحيت والدك، ما عايزة الابراج تعمل لنا مشاكل. حتى الابراج هتعمل مشاكل، يمين بالله اضرب البرج قنبله اجيب عليه وطيه. على طول كده ضرب وكنابل؟ مش قلنا شويه رومانسيه؟ شوف يا بنت الناس، انا من يوم ما شفتك حالي انقلب. هو انا كان ممكن اتصور ان اتبهدلك ده؟ ها؟ انا طول عمري اي حاجه تحت سيطرتي، كل حاجه عندي انتر كنترول، بس ما اعرفش كيف كل ما اسمع صوتك اعصابي تسيب خالص. لا كده انا مش كد الكلام ده. ايوه يا فندم، رقم الحساب زي ما قلته لحضرتك. طيب مع السلامة. مع السلامة. حاجة فشها. يحرق ابو الحب وسنينه. صباح الخير يا فندم. ترى انت ايه اللي اخرك يا مناعة ولد اخوي؟ ده انت عمرك ما عملتها. دلوقتي يجي يا عم ناجي، ما تقلقش ربنا يجيب العواقب سليمه يا ولدي. ايوه يا اخي راجب عيني، اسمعني بسرعه، الشبكه ممكن تسقط ومش عارف اكلمك. ايوه جاهز، هنطلع بالجمال من الفجر وهنوصل على المغرب. عايزك تكون جاهز برجالتك والفلوس اللي اتفقنا عليها. ايوه ايوه. ابوي عملت كيف ما قلت لي؟ مش ناقص اللي والد عمك مناع ربنا يرد غيبته ويعاود بالسلامه ان شاء الله. زرع يا سناجي.
هنفضلوا مستنيين مناع لغايه متى؟ عاملين كيف البهايم اللي مستنيين حد يسوقها. اسمع همام، لو تعرف تعمل اللي بيعمله مناع صاحبك تفضل اعمله من سكات، بس على الله ما تضيعش شقانا وتعبنا هضر طول السنه وترميه في يد الحكومه. يكشف اخر ان مناع هو اللي بيوصلنا لبر الامان. لا يا كبير ناصر، بركه في الخواجه هو اللي بيخطط له طريقه. في عرباشه هناك ودعم يوصل ابوي. دعم يوصل هنزغلكم وضربوا على وين النار يا ويل. ودي هذا صرصور. ايوه يا سي مناع. غطوا العربيه وخلي ده معاك. حاضر. مين الجاموسه والجاموسه اللي كان عم يضرب نار من غير لازمه؟ ايه ما عايزش ينطق؟ اخرس اياك. انا راس مناع ولا مر لي راس دياب. يا حرجابه اللي جاب ابوك. اسمع يا دياب، طول ما انا مسؤول عن سلامتكم كلكم ما احبش حد يدي اوامر غيري، واللي مش هيمشي تحت طاعي هقتله مهما يكون مين. كده مناع هدفعك تمن الحديد ده غالي قوي. ودلوك وقدام ناسك كلهم، يا اما الكل تحت طوعي واوامري، يا اما نقسم البضاعه وكل واحد يصرف نفسه. قلت ايه يا ريس دياب؟ ماشي يا مناع، هطاوعك المره دي بس هكون اخر مره. خير وبركه. ودلوك يا رجاله لازم تعرفوا ان في القبض علينا موت واعدام لينا كلنا وخراب للنجم. عشان كده لازم النهارده تسمعوا كلامي مره واحده في السنه لحد ما نصرف البضاعه ونرجع مجبورين بامر الله. تعهدون يا رجالة؟ الكل يجهز نفسه، هنطلع مع أول خيط نور وهيكون من طريق جديد عشان يبقى أمان بإذن الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ربنا يغنمك السلامة يا ولدي. يا أخي على كد مرارته على كد ما بيصلب الظهر ويخلي النفر مننا عافي عافي. يا راجل فوق بقى ايه وانت عاد فيك ظهر ولا بطن؟ بطنه دي ولا مش بطن؟ يا راجل اختشي، عيب عيب اختشي، غطي نفسك امال. مش انت اللي بتقول اه بطن دي وبصوره كمان؟ اختشي من داري. ايه في ايه؟ بقول لك ايه، هو جاب اخوك مناويش يجيبها البر؟ ما تسألوا انت، بتسألني ليه؟ قوم قوم روى على بيتك، ما فيش منك رجع. يا ابوي يعني روح اعمل ايه؟ اقعد وسط الحريم والعيال. دياب خد الرجاله كلهم. طب قول لي دياب ناوي على ايه؟ ها ما دام بيعمل الاستعدادات دي كلها يبقى ناوي على نيه سودة. دياب قال لي ان النبادي لازم ياخد حقه مهما حصل. مادام الطمع دخل قلبه يبقى ربنا يستر. رجالة الله، عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل، بعيس يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. ها. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، أنا شامي من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. خافش يا عمي، أنا مأمن نفسي. بغرضي ليها باب تاني في ظهر الجبل ما حدش عارفه غيري، عامل حساب لأي خيانة. همام
أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازم يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك أنا مش هكون معاك. إيه؟ صاحبك أقرب لك من عمك أخبوه؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة. وأنا قلت لك إن الخواجة عملي معايا اتفاق هيحطنا أنا مطرحه. يبقى خير وبركة، بس من أول الزرعة الجديدة. ما إحنا متفقين من الزرعة اللي فاتت. ودينا صبرنا لغاية ما جه وقت الحساب الليلة. شكلهم وهم ملمومين حوالين ديابك ده، كأنهم بيدبروا الحاجة عفشة، أو كأنهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. آه يا عمي، حاجنا مضمون في النهاية. وبعدين انت قلقل ليه؟ كل أشواء والخواجة بني يجوا مع العربيات وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاسس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. أيوه. لسه هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. مناع! تعمل إيه عندك؟ سامح، حس عربيات جاية من بعيد، بس لسه ما شايفش حاجة. قلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادهم إشارة تانية. وكيف تأمن الخواجة إنه ما غدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر. الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت إن مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه. العقل بيقول كده، لكن حرام يتهم الناس بالباطل. اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. نصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني أجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت أمرك يا خواجة، ومن دلوقك اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وأنا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، إن شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد أهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لأبوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت يا اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها تدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة، يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر.
طبعا يا سعدور، ده شوال عين يا خواجه، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن أحلى حشيشة. ما نعرفها، ما أنا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وحعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا أنا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجالة بقى يحملوا البضاعة في العربية. عرعر، حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون قول للرجالة يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا فيش حاجة هتتنقل غير لما استلم الفلوس وعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجة، كل الرجالة اللي انت شايفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطة يا جاكوب، هات له شوال اللي يعدي فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيدة، حاسس ان فيه نصيبة هتحصل. ما تقولش كده، امال كفل الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التصريف مع الخيانة؟ مناع ولدي كرايح وهو متأكد من خيانة دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بن داري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيلة. فت عايشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت الحراسة 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم كيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيدة، ربنا يستر. يلا اعملوا لكم امه يا رجالة، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبل فوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. انا بقول نزودوا عدد الرجال اللي هيهجموا معانا. وانا بقول لها يا عمي احنا كفاية، بس ما حدش يضرب نار غير لما اقول له. خذوني معاكم يا ابوي، انا قاعد اهو جدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجة بن يبقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. انت توقف مع الرجال ورا التبه، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. واحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحه الثانيه للمغاره من هناك، وحنفاجئهم ونعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. اتشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. اتوكلوا على الله. وراي يا رجاله. فلوس دي نقص 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يشهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعة تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجاله البندريه، اركنوا سلاحكم، وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعه. يلا نروح نحمل الفلوس. هم يا رجاله، معلش يا خواجة، تزعلش من همام والد أخوي، لسه صغير برضك. يلا رجالة همّوا. المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعة دي مع عم ناجي هتطلع من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتبة فوق، يلا رجالة والباقي يا جورايا. يلا يا هم شوية هم. يلا تلحلح يا بو، اربط شالجين. ايه ده يا دياب؟ سلامت الشوف يا خواج. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنة ايه؟ دي حنا صح يا رجالة، ادفع على باب الباع. ارمي سلاحك، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من سلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجة، انا محروق اكتر منك. وانت حسان اضحك علينا، ادينا سلاح واحنا نحصرهم ونخلصوا عليهم. واللي ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب طيب، هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك يا خواجة، زلالك ايه؟ خد فلوسكم. ايه ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم،
الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب الجدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه، ما فلوسكم خدتوها ها؟ انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. قول واحد بسرعة. صارت على النجا وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي، ما تخافش، اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه. جاكوب جاكوب جاكوب، ألف خسارة جاكوب. كده تخدعني يا مناع، هتدفع الثمن غالي يا مناع. يلا رجالة شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب، وشوفوا عمكوا دياب. يا دياب الحقني يا ناجي. يا دياب الحقني يا ناجي. دياب الحقني يا أخوي. دياب سلامتك. أموت. سلامتك يا دياب. أموت يا ناجي. سلامتك أخوي. اطمن انت بخير. الطلقة بسيطة. أمام. جات في كتفك. أمام. أمام ولد أخوي يا ناجي، اتقتل ولا لسه حي؟ لا. اطمن. أمام بخير. راح مع مناع ولد أخوي ورا الخواجة بيطردوه. وبإذن واحد أحد مش هيعاودوا إلا لما يكونوا جابوا أجله.
سرع بقى شويه خلينا نوصل اصفار. مش هسيبك ترجع النجا يا منع ابدا. سرع سرع مات. ادعى رجاله ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب يا رب. قولوا يا رب يا رب يا رب. كانت هتتقتل يا ولد ابوي. الحمد لله على سلامتك اخوتي. روحوا كلنا في شربة مية. ناجي ناجي. حسن اخوي. تعال اخوي. سعدون. بقي في حياتك اخوي. تبقى قولناه ولدي. ولدي مناح. وعاك يكون صار وشر. لا منعه بخير وطمن يا اخوي. مش يعني ان هو صمم يقتل خواجه عشان هو شايف انه لسه خطر علينا، بس احنا قتلناهم كلهم. وجد فلدول وعاك يكون حد مننا. اللي اتصابوا وانقتلوا كانوا من البندريه مش مننا احنا، بس احنا برضه نجدناهم عشان ما نشيلش همهم ولا ذنبهم. خير ما عملت. ربي يجيبك بالسلامه يا ولدي. ربنا يجيبك بالسلامه. طمن على مناع. مناع ده بميت راجل. ايه تعمل الرجولة وحدي في الصحراء تحت الشمس. وديت فوتني برضك اخوي. انا فوت له في الصحراء امانة. قادر الرب كريم يوصلها له وتنجده كمان. طمن اخوي. قادر يا مناع اخوي مش قادر. مش قادر مش قادر يا مناع اخوي مش قادر. ربنا يستر. البوصله ضاعت وادينا بنلوش. لما الجمل اللي اسمه الجمل تعب امال انا اعمل ايه؟ عشطان يا مناع اخوي ومش قادر اخد نفسي. اصبر يا همام نعدي المنطقه دي.
شاء الله هنلاقي حاجة نصطادها ولا حتى نلاقي وكل للجمل. مش هنوصل يا مناع، قلبي حاسس إن إحنا مش هنوصل. الجمل خلاص تعب وقرب يبرك وأنا مش قادر. بص يا همام، شايف اللي أنا شايفه؟ شايف إيه؟ أنا مش شايف قدامي أي حاجة. في جمل بارك هناك. ها فين؟ الحمد لله. يلا مية. يلا الحمد لله. الجمل ده بتاعنا، نعرفه كويس. الجمل ده بتاعنا، نعرفه زين. هو يعرف الطريق. الله يا ابن الفقرين. امسك نفسك يا صاحبي، امسك نفسك يا صاحبي. قادر يا مناع. قوم قادر. قوم يا صاحبي، ما تخافش. شرب لي ميه. قومش. ميه. اوعى تروح مني يا صاحبي. عايزك تبقى ناشف وتتمد. تروح مني يا همام. انا زين، انا زين يا مناع اخوي، بس امان عليك يا مناع. لما يسالوك في النجح قول لهم ان انا اللي قتلت عمي، قول لهم ان انا اللي قتلت الخواجه مناع. الله يعيك. خافش يا صاحبي، بس انا عايزك تجمد، تقوم اجدو عشان تقول لهم انك خدت الطار عنك. ان شاء الله نريح الجمال شويه ونرتاح ونعاود على النجح. قبل العشاء نقوم وصلنا. ما تنساش يا اخوي، انا اللي خدت الطار عمي. تعال تعال فضل، انا اللي خدت الطار عمي يا مناع. الحب حاجه ما جربتهاش قبل كده عشان احكم اذا كنت حبيته ولا لا. عارفه يا مناع، مناع هو الوحيد اللي صورته مش عايزه تطلع من دماغي. كل اللي تقدموا لي قبل كده كنت بفتكر ملامحهم بالعافيه، لكن مناع، مناع كل ملامحه محفوره جدا معايا. هو في حب بعد كده يا ست نورهان؟ حب، حب من مره واحده شفته فيها تيجي ازاي؟ هو الحب كده بيجي مره واحده بصدق ويلغي العقل، لكن الواحده مش لازم تلغي عقلها، وإلا هتفضل أسيرة لحبيبها طول العمر وما تقدرش تقوله لا. بس أكيد بتكون سعيدة هي وحظها، ممكن يكون حبيبها بيعيش نفس الإحساس وساعتها يبقى رضاها عنده بالدنيا، وممكن يكون حبيبها قليل الأصل ويستغل حبها ويستعبدها. كلميني بصراحة يا منال، بابا هو اللي طلب منك تتكلمي معايا في الموضوع ده؟ ليه بتقولي كده؟ أنا مش صاحبتك ومن حاجة أطمن عليكي زي ما بتطمني عليا. أصل حكاية الأصل والأصول هي اللي شغلة دماغ بابا، مع إن البني آدم كله جدام، يعني أصل باين من أفعاله. مادام مش عاملة حساب أي حاجة يبقى حبيتيه فعلا. ونصيحة مني ليكي، اكتمي الحب ده في قلبك وطلعيه بالجطارة، وإلا هيبيع ويشتري فيكي. ده إذا كان جليل الأصل، لكن أنا متأكدة إنه ابن أصول ومتربي كمان. Ah!
الناع ولدي. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك الناع ولدي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي. لك ألف الحمد لله على السلامة يا مناع. الله يخليك يا عم. أنا كنت متأكد إن الأمانة توصلك. وصلت وكله تمام والحمد لله. قول يا ولدي، قتلت الخواجة ولا؟ لا، أنا قتلت الخواجة وخدت الطاعة عمي. بقى في حياتك يا ابوي. عمك ما ماتش يا ولدي، عمك بخير. عمي ما ماتش؟ ما ماتش. طالما عمك ما ماتش ما تقول لهم الحقيقة. إيه الحقيقة؟ الحقيقة إن أنا قتلت الخواجة. مش مهم يا ولدي مين اللي قتله، المهم إن إحنا خلصنا منه. تعال يا ولدي روح بيتك، يا أمك متوحشاك بتدعي لك طول الوقت. على السلامة يا ريس مناع. الله يخليك. على السلامة يا ريس مناع. إزيك يا شوقي؟ على السلامة يا ريس مناع. مناع اللي عمله زي اللي عمله همام، الاثنين اخوات. قول لي همام، كيف قتلت الخواجة؟ شوف ابوي، انا اول ما شفت عمي اتصاب دماغي طقت، رحت شايل الرشاش بتاعي وجريت ورا الخواجة، لقيته خاف مني وركب عربيته وهرب. ولحقته؟ طبعا ركبت على الجمل وشبط فيه مناع، قال لي لازم اجي معاك، خليك يا مناع، قال لي لازم اجي معاك، قلت له تعال، خدت ورايا على الجمل ومشيت من طريق تاني لغايه ما بقيت بصوت الخواجه وفتحت النار عليه لغايه ما خليته هو والعربيه بتاعته كتله نار مهوجه. الحمد لله على السلامه يا ولد. الله يسلمك يا ابوي. يا عنطر، يا عنطر زمانك انت. الله يسلمك. بعد اللي حصل من الخواجة وبعد الخيانة والغدر ما دخلوا قلوب أهل النجع وبعد ما خسرنا ثلاثة من رجالتنا، أنا شايف إن زراعة الحشيش زي ما كسبتنا فلوس كتير لكن زرعت بينا الحقد والغل، عشان كده والنيابة عن أهلي مش هنزرع حشيش تاني ولا نتعاملوا بيه. ولدك هو اللي ابتدى بالخيانة يا كبير، ولولا ان حط للخواجة حنة بدل الحشيش كان زماننا بعنا وربحنا. انت اللي بدأت بالخيانة لما اتفقت مع الخواجة وعشمك تبقى الرئيس. انا طول عمري رئيس، لكن انت اللي كبرناك وعملناك رئيس علينا اسركتنا، وكنت بتتفق مع الخواجة على اتفاق قدامنا وفلوس تانية من ورانا. هو اللي عايز امر بيخبي دجنه، طب اتفق معاك من ورايا وما كانش يجرؤ يعمل كده، اللي لما لقاني عرفت انه بيبيع بضاعتنا بضعف تمنها لتجار مصر. انا كنت عملت ايه يعني؟ انا طلبت الزياده قدامكم كلكم، ولو كنت حرامي صح كنت وافقت بالسعر اللي انت وافقت عليه. كان لازم نفهم من الاول، مش زي الاطرش في الزفه. شايفين الخواجه عمل ايه؟ زرع الشك جواكم، عشان كده زي ما قلت مش هنزرع مخدرات تاني. وحتى كلبنين يا حسان، نصيبنا من الارض هنزرعه خضار لينا واكل البهايمنا، واذا الارض ما كفتش هنشتري ارض خارج النجع نزرعها، وان شاء الله الوكل يكفينا ونعيش في امان وراحه بال. احنا هنزرع ارضنا حشيش وافيون ومعانا عيله عبادي، ومحدش من عيلتكم يخط ارضنا، وكمان نقسم الفلوس اللي اخذناها من الخواجة، انا عددهم بيدي ناقصين 20,000 جنيه. وماله همام، نقسم كل حاجة بينا بس نفضل اخوات وحبايب ورأينا واحد. وانا هعيش في البندق واشوف مستقبلي، واما توحشوني هاجي ازوركم زي الضيف. وتهملني يا صاحبي؟ هتفضل طول عمرك صاحبي يا همام، وطول عمرنا خوات. ربنا هتوحشنا يا اخويا، هتوحشنا يا اخويا، ربنا يحببكم ببعض. هي دي يا اخوانا المحبة والمروءة اللي لازم تكون بين اهل النجع كلهم مهما اختلفنا. سلم علي لما قابلني وسلم علي. الله عليك يا واد يا حسام، والله العظيم يا حصاوي. خير في ايه؟ في واحدة هاني ما بتسأل عنها. ما قلت لهاش ليه ان هو مسافر؟ وقال انت قاعد بره ايه؟ عياقه ولا عياقه؟ ابا يجرى لك ايه؟ انا جديد هنا ومعرفش حد، ودول اتنين هواني من نمائيه اخر حلاوه. يا راجل طب روح دخلهم على طول. وسلامه.
الو انا حصاوي، مين معاي؟ اهلا اهلا، ازيك يا حاج سالم؟ عامل ايه؟ لا والله ده الباشمهندس مناع مسافر بره وشحن المواشي والحمد لله. هو كلمني وقال لي ان هو ان شاء الله هيجي بعد يوم ولا يومين. حاضر ان شاء الله هبلغ ان انت حضرتك اتصل. مع السلامه يا حاج سالم، مع السلامه. اللهم صل على النبي، يا ارض احفظي معاليكي. انا بسال عن باشمهندس مناع. والله باشمهندس مناع في بلاد بره، بس هو الحمد لله شحن المواشي وان شاء الله هيجي قريب. هو حضرتك من الضرايب؟ لو من الضرايب تعالى اوديك ان شاء الله لمدير الحسابات، ولو انت من الصحه تعالى اوديك للدكتور البيطري. كل حاجه محلوله ان شاء الله وما يكونش عندك اي شغل. انت رغاي كده ليه؟ متروك شويه. خد الكارت ده يبقى سلمه له لما يرجع، وبلغه اني منتظر مكالمته. حاضر استاني، مع سلامه الله. نورتي وشرفتي. الله دي جميله قوي وباين عليك مهمه والله. اما يجي بقى يا بختك. الفراش بتاعه مش شبهه خالص يا نورهان، عبيط ورغاب بس قلبه ابيض زي. ايوه يا اختي زي مناع. منك بس انت وجعتي حته وجع. انما ايه وايه المزرعه دي كلها يا بوي؟ اخرسي انت هتفضحينا ولا ايه؟ يلا بينا. انت صحيت؟ تعالي يا نسمة جاري هنا بنار الفرن. ها كل. والله كبرت يا بنت. ايه الانسان اتعمو ولا انت يعني حاطه في راسك حاجه؟ انا؟ ما انت عارف عني كل حاجه يا مناع. انت الوحيد اللي بعرف اتكلم معاه في البيت ده. انا بس كنت مستنيه الفرصه يعني علشان اعرف اتكلم معاك. قديمي قدامك اهو، ولو اني عينيك يعني ما تطمنش. بصراحة كده انا عايز اكلمك عن فاطمة. يا بوي انت كمان؟ ايه مالكم السيرة غير فاطمة؟ انا غير الكل يا مناع. البت فاطمة طول عمرها زي اختي، بعدين البت طيبة وحنينة وزينة واي ملاك يعني، ملاكة بجناحين نازل من السما زي ما تقول كده. بس الاهم من ده كله ان مناع حاجة كبيرة قوي عندها. ده انا لو نطقت اسمك قدامها بس البت وشها هيروح ميت لون، وايديها تبقى زي التلج، وروحها تسخن. خلاص خلاص، ناقص تقولي لي هتبني لك معبد فرعوني. يا ريت يا اخوي. اسمع كلام اختك. البت فاطمه بتحبك، ولو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي فاطمه بنت مغاوري. اتفرج بيه الارض عافيه ايه، ومش محتاجه غير الانفار، وبعد كده ترمي محصول ياما. امال مالك هاملها ليه؟ لشكلها ما بتجيبش معاك ايراد. ايه لا غصب عني، اصل مش فاضلها. ليه؟ دي ارض بعيده واخر الطريق، والانفار ما ترضاش تاجي تشتغل فيها، وتكلفنا الطقطقين، يعني هتبقى مخسره معانا. خلاص يا عمي انجازف ونشتريها، وبعدين نشوف كيف نصلحها. والله المستعان. خلاص يا سيدي خدنا ال 200 فدان بتوعك. لا دول 300 فدان وزياده يا مناع بيه، وانا معايا كل الاوراق المطلوبه مظبوطه ومتسجله. يبقى نروح للمحامي تقبض فلوسك فوري وتتنازل، وبالمره نسجل العقود. يلا توكل على الله. على بركه الله، حسبك انا على العربيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. يا ارض زينه يا ولدي، ربنا يدينا من خيرها ان شاء الله. ايه رايك يا ابوي؟ كده بقيت الارض من الطريق لحد النجع كلها ملكنا، نزرع فيها اللي احنا عايزينه، نربوا مواشي ونعمل كل حاجه. وفوت ارض النجع البندريه يزرعوا فيها مخدرات؟ والله ما يكون، لو حتى نزرعها ججير. صدقوني زراعه الحشيش بتكلف كتير، وديتها زرعتين ولا ثلاثه والبندريه يخسروا الجلد والسقط ويجوا يشتغلوا عندنا انفار. على بركه الله يا ولدي، عمك ما يفهمش كيف ما نفهمك. يلا توكل على الله. اروح اصر الراجل. ربنا معاك يا ولدي، ربنا معاك. ايه مش فاهم ولدي. لو كان معايا بطاقه زي اخوك مناع كنت خدتك من يدك وهربت بيك على البندر واتجوزتك هناك. لكن هنا كبارات هم اللي بيتجوزونا. قولي لي يا نسمة كان في يدي ايه وما عملتوش؟ نسمة يعني انت راجل ما فيش في يدك حل؟
والحل عندنا؟ يا حبيبتي يا حبيبتي يا عم دياب منه لله هو اللي عجدها، اعمل ايه؟ عمك ما يقدرش يمشي كلمته على ابوك. كيف الحال مع ابويا وعم ناجي؟ عندكم غير عندنا، عندكم الكبير كبير العقل، لكن عندنا كبير كبير البطن. يعني ابوك ملوش كلمة؟ ابوي ابوي بمليون حالة نسمع قبل ما ياخد الافيون بحالة، وبعد ما ياخد الافيون بألف حالة، واللي يقبله في الحالة الاولى يرفض في الحالة الثانية. ما انت زي ابوك يا همام، من غير افيون مالكش كلمة. ليه يا نسمة؟ وانا من متى رجعت في كلمتي؟ وانت من متى بتنفذ كلمتك معاه؟ بحبك يا نسمة؟ هتجوزك يا نسمة؟ هحارب الدنيا كلها علشانك يا نسمة؟ وفي الاخر ايه؟ انا في يدي. ده لو كان مناع اخوي قال كلمة كان لازم ينفذها. لو قال لي زين من الناس هحارب الدنيا علشانك كان نفذها صح. انا حارب الدنيا كلها، لكن حارب عيلتي؟ حارب عيلتي كيف يا نسمة؟ كيف؟ طيب يا همام، من هنا لحد ما تقدر تنفذ كلمتك انت مش هتشوفني تاني. نسمة 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 استني يا نسمة، انا بحبك يا نسمة. يا نسمة استني، تعالي يا نسمة، وقفي واسمعيني، وقفي واسمعيني. بعد عني يا همام، ما عايزاش فضايح، الصوت بيسري في الخلا. يبقى وقفي واسمعيني. عايز تقول لي ايه؟ هتقول لي ايه غير انك بتحبني؟ عايز اقول لك اني بحبك، بحبك يا نسمة ورايدك، وعايز اتجوزك. لو حرمتيني من مقابلتك الدنيا كلها هتغشلك في عيني، ويمكن اموت يا نسمة، اموت. وانا قاعدة في بيت ابويا يا همام، وهوافق على اول عريس يخبط على باب بيتنا لو ابويا وافق عليه. لو حبيت تيجي اهلا وسهلا، حبيت تسمع كلام عمك انت حر. خلاص غشلقت وقفلت. يا مرارك يا همام، يا مرارك يا همام. سمعتم اللي انا سمعته ولا انا هنحلم؟ معقولة دي بنت كبرنا عشق همام ولد من داري؟ والله لا افضحك يا وجيدة في بيتك، كيف ما كنتي حتفضحيني؟ عيب يا بهية، وتشمتي فينا العادي؟ عيب. امال استورها؟ هو بعد الفضيحة دي حد من العيلة يرضى يجوزها حد من عياله؟ ولا يرضي ربنا اننا نسكت على اللي شفناه وسمعناه؟ انا هروح لامها، هقول لها على كل حاجة سمعتها، وهقول لكل الخلق، ولازم افضحها زي ما فضحتنا زمان. يا مري، نسيت اجيب البطاطس والطماطم لامي، هرجع تاني. راح فين يا نسمة؟ نسيتي حاجة حدا الارض راح تجيبيها؟ راح اجيب شوية بطاطس وطماطم لامي، ينوبك سوا بتيجي معايا؟ لا روح انتي، انا ورايا مصلحة للعيلة رايحة اقضيها. يا بنت الكبير اللي مشرفنا. قصدها هادي، عرفت منين اني كنت احد الارض؟ لحزني تكون شافتني مع همام. هم اللي في يدك يا سعديه، قومي هاتي شويه وجيد نحمي الفرن. حاضر ست وجيد. ونادمة على عديله، خليها تاجي تساعدنا، عاوزين نخلص الوكل قبل ما يعاول سيدك حسان وسيدك ناجي. ست عديله ايه تغرتي؟ رحت فين يا بنت؟ انت مش قلتي هتعملي سرة البطاطس لجوزك؟ ايوه قلت، بس هعملها بايه؟ بالباذنجان؟ تتكلم عادل يا عديله، في ايه؟ اسالي بنتك نسمه لما تعاود، وشوفيها ايه اللي اخرها لحد دلوقت. راحت تجيب شويه بطاطس وشويه طماطم من اذان الظهر. ليه؟ بتجيبهم من البندر ولا بتزرعهم من جديد؟ اساليها كانت بتصرمح فين. شو كسر خشمك؟ هي بنتي بتاع الصرمحه، وديني اللي انا جايله لجوزك ربيكي. ربي بنتك الاول. أنا سمعت عليها كلام يفور الدم هي وعمام البنداري. كلام إيه دي يا عديلة؟ البت اللي جيب لأهلها العار ملهاش غير الموت. هقوم أشوفها غارت فين. خلي بالك بهي قاعدة برة ومجمعة الحريم حواليها ومستنية تشوفها تعملي إيه، وما نسيتش اللي عملتيه فيها زمان. إيه ده؟ راح على وين يا ست وجيدة؟ وسع من وشي يا زرزور. كيف؟ كيف اوسع وانت واخده في وشك كاني قتل القتيل؟ لسه ما اتقتلش لكن هيتقتل. هيتقتل؟ ست وجيده خبر ايه يا امك؟ ايه كنت فين يا بنت؟ ترى ايه يا امك؟ كنت بجمع البطاطس والطماطم من الغيط وفيها بطينها. ايه وبتجمعي بطين نص يوم؟ اصلا يا امك انت لما... ايه
اللي صابك يا بنت الكبير؟ ما احنا شفنا كل حاجه. كنت عايزاني اللي جبت سيرتي. اياكي تنكري، انا شفتك بعيني مع همام وسمعت حدتكم بوداني، وكل الناس دول شافوكي. اتصدق يا شمه، ده كان بيسالني عن اخوي ملاح. والله يا بنت كدابه في قص وشك. شوفوا البجاحه يا اولاد. بجاحه في عينك يا بهيم. يا فجره بجاحه في عينك. يا فجره انا بنت حسن الكبير واخت ملاح، محدش يقدر يمس كلمه. يلا يا بنت تتجمع على البيت. يلا لما ياجي ابوكي وعمك هم اللي هيتجمعوا معاكي. عجقه عجقه يا ناس عجقه، كلكم شفتوا صح؟ ايوه شفتوا كلكم شفتوا الخاطيه. يا فجره يا فجره. نورهان انت نايمه؟ اسف باين انك اتكلمت في وقت مش مناسب. ابدا، حبيت بس ابص على اسمك على الموبايل شويه. ليه؟ حبيت استمتع بانك بتطلبني وبعدين انا اطلبك. وايه الفرق؟ ما هو برج العذراء كده، يحب دايما المبادره تبقى في ايده، ما يحبش الاحداث توديه وتجيبه. انا مش عارف ليه مستحمل منك الكلام ده، اصلي مش متعود ان مره، قصدي ست يعني، اسمع منها كلام زي كده. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس، السفريه طولت قوي. الله يسلمك. وهان وانا ممكن اقول لك على حاجه؟ اتكلم يا باشمهندس. وحشتيني نورهان. نورهان انسه، نورهان انت معايا؟ مش هسيبك. الخط انقطع. الو، يظهر ان في مشاكل في الخط يا باشمهندس. حضرتك كنت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. المهم السفريه كانت كويسه والشغل ماشي كويس؟ الحمد لله كله تمام. وانا ممكن اقابل ابوك؟ طبعا، ما هو موجود في البنك كل يوم. لا في البيت. خير، قصدي يتشرف في اي وقت، بس اديني فرصه اسال وبعدين ارد على حضرتك. ماشي، بس ما تطوليش عليا. لا على طول. مبسوطه قوي لمكالمه حضرتك وعلى فكره انا عديت على حضرتك في المزرعه، كان في شويه مشاكل كده في الحسابات يعني. مفهوم مفهوم. تصبح على خير. مع السلامه. بخاف منك، وصلت نفسي خوف منك، ده كان عليا شغل ولا حراس. يا رب يا رب انا حبيت همام وهو حبني ورادني في الحلال، هم اللي حرمونا وعكدوا الجواز على شرعك وحلالك. يا رب يا رب انا ضعيفه ضعيفه، انا مش تمام غير في عدلك وحلقك. يا رب يا كريم يا رب. اتموحي على ايه؟ ما خلاص يا بنت بطني، البينه بانت والعار اتحط على راس ابوكي، وهنتعايروا بيك العمر كله. حرام عليكم يا ابو، والله العظيم شريفه، والله العظيم شريفه. ما تبقيش انت والزمن عليا. وفين الشرف يا بنت في اللي انت عملتيه؟ وانت برمجتي شرفنا في حضن ابن البنداري. والله العظيم حرام، ده ظلم يا ابو، ظلم. حرمت عليكي عشتك. خلاص خليكي مرميه هنا، ولو كان ليكي عمر وطلع عليك النهار
مش هتلاقي غير ليل القبر اللي ملوش آخر، وادعي ربنا إنه ما يطلع عليك النهار. ليه يما؟ ليه يما كده؟ أنا مش بنتكم؟ مش حرام عليك أنت تعيشينا طول العمر مذلولين وتخلى أبوكي كبير النجع يطاطي راسها؟ منك لله يا بعيدة، ملعون البطن اللي شالتك. يا رب يا رب يا رب. مجنون انت ولا عقلك راح؟ كيف تقول عن روحك انك انت اللي قابلتها في الطريق وقفت تتحدث معاها؟ ما هي دي الحقيقة يا بوي، نسمة ملهاش ذنب، وانا لو ما اعترفتش على روحي هيقتلوها. يا ولد اخوي، ما انت لو اعترفت على روحك هيقتلوك انت. بقولكم ايه، تعالوا تحدثوا جوا عشان نسونا ما يسمعوناش. هيشيلوك العيب يا ولدي ويقول عليك قليل الحياة، وحتوقع العيلتين ببعضيهم. يا ابوي انا اهون علي القتل ولا اني اوسخ ثوبها نظيف واقول انها جاتني برجليها؟ ما دام هي دي الحقيقة ما تقولهاش ليه ونفوتهم. نفوتهم يربوا بنتهم كيف ما هم عايزين. هيقتلوها هيقتلوها يا ابوي. نسمة ما تستحقش القتل يا ابوي. انا بصراحه بحبها من واحنا صغيرين. ايوه 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 ايوه، عشان كده كنت بتحرضني في المجلس ان اطلبها لك وتقول لي اني بورط ابوها. اتريك بتورطنا انا؟ وفيها ايه يا عمي؟ فيها ايه لما تجوزوها لي؟ بعد اللي حصل ده مش ممكن تتجوزها. حسان لو وافق يتجوزها لك يبقى بيعترف على بنته انها خاطيه، ودي حلها القتل مش الجواز. يعني كده كده لازم يقتلوها؟ ولما يقتلوها مش هيدوروا على اللي غواها عشان يقتلوه؟ يبقى اكرم لي ان انا موت وانا فايت سمعتها نظيفه. انا هروح لحسان اقول له البنت اللي مطصون الشرف هتستاهل اللي اجرالها، والراجل معلش يلوم. لا يا عمي لا يا عمي، كده كده يقتلوها. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، بلاش. وقف يا دياب وقف، كلامك دي مش هيحل المشكلة، مش هيحل المشكلة. أنا لقيت الحل اللي رايح الكل. أنا هروح لهم بنفسي وأعزمهم على فرح حمام. فرح مين؟ الأسبوع ده حجوزك جميلة بتعبك سعدون، والحياة بقى من الميت. أنا كبير العيلة وشفت كده. بتساعدون الله يرحمه مفهوش راجل، وبته ومرته محتاجين راجل وسطيهم بس بالحلال يوفر لهم القوت والأمان. عشان كده هجوزك جميلة وفك الحداد. يا سلام يا ولد أبوي على مخك الكبير. بكده عاد هم مالهمش عين يتهمونا ونبقى نفينا الحديث الماسخ ده عنك. بقول لك ايه، اذا سالوك يعني عن وقفتك معاها في الغيب قول لهم كنت بسالها على اخوها مناع اذا كان موجود ولا لا. ليه؟ ليه؟ عشان اعزمه على فرحي ويتفضل مشكل. بالبساطة دي؟ ماشي، عشان سمعتها أنا هوافق، بس بشرط تتأجل دخلتي لغاية ما اطمن على نسمة، مشان أتجوز وهي تتقتل. معناته هي الكلام ده يا بن داري؟ معناته واضح لكل اللي يفهم في الناجح. مفيش حاجة وحشة بين ولدي وبنتك لا سمح الله. لا دي كلام حريم وكيد نسى، وحضورك فرح ولدي هيقطع كل لسان. ده ايه الحديث الماسخ ده؟ فوق يا بن داري فوق. يعني ولدك يشاغل بيتنا ويسوق سمعتها وعايزنا بعد كده نطرمخه على الموضوع؟ لا والاكاده، جاي بكل بجاحة عايزنا نحضر جوازته. ده ايه ده؟
بطل الحمقى دي يا ناجي، بلاها بلاش. أنا زي ما قلت عيلين صغيرين متربيهم مع بعضيهم وبتحدثوا مع بعضيهم، ما فيش سؤنية لا سمح الله. أنا لما شفت الاسم في الأرض قلت أسألها على مناع صفر ولا لسه، كنت عايز أمسك فيه يحضر فرحي. ما هو صاحبي انتوا كلكم عارفين. وبعدين موضوع جواز همام من جميلة ده موضوع قديم ومعروف قبل الكلام العفش ده ما يتقال. احنا حدانا ولا يا حسان ولا قاعدين من غير راجل بيت واد عمي سعدون الله يرحمه الله يرحمه، عشان كده انا بدرت بجوازه من جميلة. ويرضي ربنا ان ولدكم يتجوز الايام دي والدنيا مولعه. الكلام على بيتي على كل لسان، اللي كلامه عن بيتك بالباطل احنا نجيبهم وسط النجا ونقطع لسانهم ونفض السيره دي. لا يا بن داري، نقطع لسانهم بقعده عرب ونجيبهم يشهدوا باللي شافوه واللي سمعوه، والحكم اللي حيطلع يتنفذ حتى لو كان بقتل بيتي وولدك. لا لا يا حسان، المحكمة دي ما تلزمنيش، أنا ما ضيعش دم ولدي قصاد دم بنتك. مش ولادكم اللي طلعت منه العيبة وتعدى الأصول؟ يا عم ناجي أنا قدامكم أهو مستعد أقول قدام كل الناس إني نسمع كيف أختي زينة وإنها أشرف بالشرف. صدقني حسان، حضورك فرح ولدي هو الحل ونخلص من موال العفش ده. مبارك يا همام، بس يا خسارة مش هقدر احضر فرحك، عندنا احداد. لا يا عم حسان، حرام عليكم تقتلوا نسمة. نسمة ما تستحقش القتل، اقتلونا انا لو عايزين، لكن نسمة اسم شريفة واحلف على كده بكتاب الله. لا يلزمناش حلفانك ده. نزل سلاحك يا ناجي، بالمهما كان ضيوفنا. انا عارف نيتك يا حسان، لكن قسما بالله لو شعرت بست من ولدي لولع في النجع كله. يلا همام يلا يلا. صرصور واد يا صرصور، انت يا واد انت قوم قوم فز. مين ست وجيده؟ نعم. من سكاتك دي ومن غير ما حد يحس بيك تتدلع على البلد اللي قبلينا، هتلاقي هناك سنترال تشوف اي واحد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله الف خساره في الموت يا ست نسمه. يلا يلا بسرعه، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعه. حاضر. اطمن يا ست وجيده، في واحد من عائله عبادي عنده عربيه بيوصل بها الناس، اروح اخده من بيته عشان يوصلني بسرعه. يا رب سلم يا رب. حسان نمت يا اخو؟ انا كنت عارف ان حلقك صاحي، وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي من دخلت ولد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا ناجي؟ كيف أحمل بنتي وحدها الزمن؟ ما دام الغلطة غلطتي من الأول. يعني إيه؟ بدك تسامحها إياك؟ لا، ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير إنك طرمخت على شرفك؟ إحنا عنينا اتكسرت يا كبير، وما فيش أي حاجة ترد هبتنا دلوقتي.
اللي جات للبت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل دي؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زنهار. ليه؟ ليه يا بنتي يا حبيبتي تعملي فيها كده؟ بنتي فوتيني من امرين كل واحد فيهم امر من التاني. اكتبك ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك واعيش بعارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليك بقتل نسمة وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلب بنتي بالسكينة، ما اقدرش، ما اقدرش. عذرك، عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمة وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجة. شافوكي يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور له. والله ابدا، ده الحاجه الوحيده اللي مسها فيها كانت يدي، وساعتها قلبي كان لكن عشقتيه يا بنت حسان واستغفلتينا كله. بتحلل بنفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي. واه، هتقلبي عليا بنت وجيده؟ اقفل خشمك يا بت. خالتك دي اشرف من الشرف، خالتك دي بنت عمي متربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار. مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني ده كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي النجع كل عيله واحده. يا طوله لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك، دول هم اللي جابوا لك الكافية وجابوا لنا العار. لا يا عمي، أنا شريفة يا عمي، أنا شريفة وعفيفة وذنبي في ركبتكم. وهي البت الشريفة العفيفة تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده ما فيش بيت في النجع كله إلا وجايب سيرة فضيحتك، وما فيش حاجة هتمحي العار ده إلا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني، اقتلوني وخلصوني. قومي معايا عديلة، قومي دلوقتي، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي عديلة. معاي امي. اسمع يا زرزور، قول لابوي مناع بيقول لك اياك تمس نسمه باماره الارض الجديده، وهات نسمه وقبلني عند محط القطر، انا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف انها عايشه عندي. الله، ان شاء الله يقول قتلها، ما يهمنيش، المهم قبلني عند محط القطر الساعه 7. سلام. ايه التخلف ده؟ وادي حصاوي ناعس مناع. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين اسمناع؟ احنا عندنا شغل في المزرعه كتير. مليك الصالح، اي حد بكره يسال عليا في المزرعه قول له لسه ما عودش من البلاد بره. طب دي ومفهومه، بس مش قادر افهم وزين
هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرتش تفهمه. هات الجزمه يا جزمه. انا كان بدي بس اعرف عشان ما اقعش في الغلط. ولما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. قاضي حصاوي. نعم يا باشمهندس. اياك تنقل اي كلمه بره، فاهم؟ يمين بالله اقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وانا ما فاهم عنك اي حاجه. صعبان علي يا بوي. نسمة، نسمة يا بوي هيقتلوها بسببي. وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولد الكلام. تبكي عشان هما. امال كيف هتبقى كبير العيلة بعد ابوك؟ اصبر عني. بحبها يا بوي. ما اقدرش اعيش من غيرها. فز قوم. قوم قدامي. ايه؟ انت حاسس تضحك علينا الخلق والليل؟ ايه؟ لازم يقولوا عليك مش راجل؟ هتموت بسببي. هتموت بسببي يا بوي. يغور في 60 داهية. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمة. الحرمة اللي تتعلق بيه. هي اللي اتعلقت بيها وانا اللي خليت بيها زي الجبال. ما تقولش جبال. ما فيش كبير عيله يبقى جبال. امال اللي انا عملته مع نسمه ده تسميه ايه يا بوي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصه وجات لك. فرصه وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل. راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تتهز. اسمع يا همام يا ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد نسمه انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تقصر رقابينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش معاد الدخله إلا ما تطمن على نسمة. الدخلة حتتم في معادها. واسمع يا همام، قسما بالله العظيم إما دخلت على مرتك كيف في السبع لقتلك قبل ما تشيل من العار. ما تقلقش يا بوي، ما تقلقش. عيلة حسان يقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمة ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يوروني هيعملوا إيه وأنا مفيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همام يا ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلعة دي. انا جلعتك كثير، انا عارف. صدقني صدقني يا ولد ابوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كانك اتمخولت يا سناري ولا ايه؟ انا عقلي يوزن بلدي كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف
أو ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيلة واحدة بس، هي عيلة عبادي. أيوة بس عيلة حسان عارفة إن إحنا مع بنداري وحيضربوا فينا إحنا التنين. سيب الحكاية دي علي أنا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. حياجوا البندرية يطلبوا منك تقف معاهم ضد حسان، تقول لأ ده طار شرف وملناش دخل بيه. أقوم أنا أعرف حسان إن إحنا ملناش دعوة بحد، ويدوروا الطحن في بعض أو نخلص. ها قلت إيه يا كبير؟ اكتب يا بت، اكتب، اقفل خشمك خالص. حب على قدك يا عمي، حب على قدك، ما تقتلنيش. سيبنيش وعيش قدام ما تحت رجليكم كلكم العمر كله والله العظيم. سيبني. اكتب يا بت، هيك اسمع لك صوت، اكتب. هيش يعني ما تقتلني دموك يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني. البس دي اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي قوم يا بت. حاضر. والبس دي، البس دي. حاضر حاضر. عطشانة يا عمي، لكن اشرب زي الحضر. هديك تسممي تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي يا بت، قدامي. خلاص خلاص يا ناجي، ساعتها جد وما عايزش اتاخر. سامحني، حب على قدك تسامحني. انا خايفه عليك، خايفه عليك من عذاب ربنا. هتقول لي قتلتني ليه؟ انا شريفه وعفيفه والله العظيم، شريفه وعفيفه. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوي؟ خدها من قدامي، معيش حد يشوفكم، كفايه فضايح. احب على يدك، احب على يدك يا بوي. خدني خدني اشوف امي واخواتي. غوري غوري من قدامي، ربي لا يسامحك. غوري ارتاحي، قومي معاي. ارحمني برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. دي اخرة رميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. بالراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جلاله حاجة. وبعدين الراجل لحد دلوق ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب.
همي يا بت. حاضر يا عمي. ما فصلي سايبه قلبي يوقف مش قادره. شد نفسك هانت. كلها دقيقتين وهترتاح. قومي يا بت قومي. أعبر نامي. تعالي تعالي. دامي دامي يا خاطي دامي. قلبي يا بنتي بنتي قدرت يا بنتي يا حسان قدرتها يا راجل. قلبك توعك كيف يا حسان قلبك توعك كيف. روح منك لله بعد عرقت قلبي على بنتي. اتقي الله يا وجيده اتقي الله. وما اتقيتوش انت يا راجل ما اتقيتوش ليه؟ تقتل طلاق يا حسان تقتل طلاق يا لهوي يا لهوي. يا بنتي خلاص يا حسان قتلني قتلني يا حسان قتلني. ترتاحي دلوقتي قومي معاي. منى 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 اللي جابه هنا منى. عايش معايا الصهاج. انت مش هتقتلني. يقتل النسمة اللي بيتنفسها. جزمة. خبر ايه يا والد اخوي؟ احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك خد بالك منها زين. وانت بت. ايوه. دبالك بنفسك يلا يا زور. مع السلامة ست نسمة. خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة مع السلامة. يلا ربنا يخليك لي يا أخوي. خلاص يا بنت هم ومزاح هتقلبيها مناحة. خلاص أقول لك إيه يا نسمة أدك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبة الورانية مع عيسى حد يشوفك من أهل النجا يقولوا إيه الراجل هرب بيته. لا أنا هكور نفسي ورا. طيب حسبي تضيعي مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا ست المرحومة. عندك تلاجة صغيرة ورا فيها عصير وكل حاجة ولما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. شهر برا وبعيد حد يسافر بالطريق يا اخوي. مناه ربنا يكرمه قابلنا بعربيته اول الطريق. ونسمة عامله ايه؟ فرحت لما لقيته؟ كان بده طمن قلبها طول ما هي ماشيه مرعوبه جنبي طول الطريق لكن سبتها على عماها وما فهمتهاش. خفت الناس تشوفها ماشيه جنبي مطمنه يحسوا باي حاجه ويبوظ ترتيبنا. لكن اول ما شافت اخوها ترمت في صدره وقعدت تبكي. طبطبت عليها وهديت سرها ووصيته عليها وجبت زرزور وعودنا من وسط النجع وانا شايل السكينه في يدك. وانا اخذت منها الحبره عشان الناس تصدق انها اتقتلت. ها طمنتي؟ يلا روح هاتي لي الشاي والفايش عشان افطر. يلا حاضر. الحمد لله. من هنا والشفا منع بيه.
فاكرين يا جابر؟ بقول لك وبقت لنا كان 2-0. عناية يلا يا نسمة، عايزك تاكلي وما تنكسفيش خالص. بصراحة دي يا اخوي انا مستغربة احوالك، شكلك كده مش مناع اخوي اللي انا بشوفه في البلد، شكلك كده عامل زي الممثلين اللي بيطلعوا في التلفزيون. الا قولي انت بتغير خلقاتك فين دي كل مرة؟ شوف يا نسمة، مناع للسوهاج غير مناع اللي تعرفيه خالص. مناع للسوهاج عنده مزارع ومواشي وحاجات تانية كتير ضروري هتعرفيها، بس بقول لك اوعى حد يعرف حاجة من اللي بيننا، معيش سويهم يزعل. تقصد ايه يا اخوي؟ يعني كل اللي يعرفوني هناك يعرفوا انه مقطوع من شجرة، لا لي ابو ولا ام ولا عيلة اصلا. ولا اخت يا منى؟ ولا اخت، الكل يعرف ان عيلتي راحت في الطار، لان انا الوحيد اللي لي اثبات عند الحكومه. كيف تتنكر من اهلك وناسك يا منى؟ ما انا كنت بقول الحقيقه زمان وانا صغير في المدرسه، بس عمري ما لقيت حد يصدقني. بس لما كبرنا بقينا نشتغل في الهباب المخدرات، قلت خلاص نقفل على سيره النجع من بابه، ما عايز حد يعرف عنه حاجه. وهتقول لهم عني ايه؟ خدامتك؟ انا بس نفسي اعرف بتجيب النكد ده كله منين؟ ده انت بتصطاد النكد زي الصياد اللي بيصطاد سمكه صغيره في محيط. لا ما شاء الله موهبه. وادي حصاوي، مالك متنح ليه؟ لين اسم اختي؟ اختي في الرضاعة. اختي في ايه؟ في الرضاعة. اختي في ايه؟ في الرضاعة. شاطر، وابوها هو اللي مربيني. ايوه 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 ايوه، دي ما تكونش بنت عم الحاج عبد الموجود اللي ساكن في مركز البلية هنا. عليك نور حصاوي، بنخوف بيه البقر عندي في المطر. شوف يا حصاوي، هي هتقعد عندي هنا على طول، وانت هتيجي وتعاود معاي. على الاقل ارتاح شويه من الغسيل ومن الطبيخ، مش كل دقيقه اطبخ يا حصاوي اطبخ يا حصاوي. لما حصاوي جرب يشيل حل الطبيخ اقول لك بيها قد جنبك بالشقه. لك حل الطبيخ في راسك، كاني كنت باكل من يدك يا بو. تعالي يا نسمه. ايوه. اوريكي اوضتك اللي على اليمين دي، اوضتك هتحط فيها خلقاتك من دلوقتي وهترتب الدولاب. وادي هدوم جديده ها. طب كنت عايز اسالك سؤال يا مناع، انت بيجي لك ضيوف هنا؟ ده حنسوان حد الله ما بيننا وبينهم، انت اول ضيف عم تدخل عندينا هنا. انا من يوم ما سيدي مناع اشتغلت معاه وهو عم يصطبح بوشي وعم يتمسى بوشي. يحرق ابو وشك. كاني بصطبح بننش عجرم يا خي. روح اسبقني على المزرعه. حاضر. معلش انت هتقعد لوحدك كتير لاني عندي شغل كتير، بس عندك التلفزيون ابقي تسلي وياه. ما تعولش هم يا اخوي، انا هدبر حالي. ورينا هتدبري حالك ازاي. الثلاجة عندك فيها كل ما يلزمك. انا لازم اروح المزرعة. طيب. عايز اوريك حاجة قبل ما امشي، تعالي على المطبخ. حاضر. ادخل يا نسمة. ما تهم يا بت، ودي الحاجة الوحيدة اللي مش عندنا، ده بوتاجاز بيشتغل بالغاز، يعني كده يولع وكده ينطفي. يا سلام يا اخوي، عارفه بشوفه في التلفزيون ابو عيون زرقاء. ايوه بس عمرك ما استعملتيه قبل سابق، وده خطر قوي، لو استعملتيه غلط يحرقنا ويحرق اللي جابونا. هتخوفني ليه؟ اهو كده يولع وكده ايه ينطفي. شاطر. يعني مش بالنفخ كده. انا اطمنت عليكي. حلو قوي، لا باب ولا سماد. وده الميكروويف. ايه؟ ودي الثلاجه تعرفيها طبعا. واه يا مناع.
هنا اللحمه والفروج، وفي الضلفه الكبيره دي البيض وحاجات تانية غريبه كتير، ابقى دوري عليها بنفسك. حقك عليا يا اخوي، اخربت لك حياتك يا بت. انت تنوريني وتشرفيني وتعمري بيتي، انا مضطره امشي عندي شغل. مع السلامه. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كنت هبقى تحت التراب، لكن فجأة لقيت نفسي في الجنة. ربنا يسعدك ويحميك يا ولد أبوي. سليم ارجع لك عليه؟ انا رجعته سليم ولسه ممضي النهارده، بس تعرفي باسم مين؟ باسم المناع حسان. النهارده؟ يعني هو في سوهاج؟ اكيد. انا حبيت اقول لك يمكن تتحرك. وانا اتحرك ليه؟ المفروض هو اللي يتحرك. بلاش عبط، اما اروح اشوف العملاء بتوعي، ويا رب انت كمان تلحقي العميل بتاعك بدل ما ينقل على بنك تاني. ايوه سعاده البيه، يؤمر سعادتك. عايز توفيق بيه؟ في معاد بينكم ان شاء الله؟ لا افتح. افتح كيف يا ابوي؟ الكل نايمين لا مؤاخذه. مش عايزين ربط كتير، افتح. ما اقدرش يا بيه، انت عايز تخرب بيتي ولا ايه؟ طب كلم وقول. برضه ما ينفعش، بقول لك نايمين نايمين، هو انت ما بتسمعش ولا ايه؟ افتح الباب بقول لك، وترزع مكانك من غير ما تنطق ولا حرف. لحسن يمين بالله، ما حد هيعرف الطلقه دي جايه لك منين. حاضر حاضر يا بيه حاضر. تفضل يا بيه تفضل. جابوا اللي جابك. خاف عشان اسال الجو. خير ان شاء الله. ايه الجنان ده؟ اسمي مناح حسان الحويطي،
أصلي وفصلي ما يهمش حد، لكن ما يعرنيش. واديني بطولي قدامك أخا، عملت نفسي بنفسي، علمتها الأصول والأخلاق والدين. فلوسي ما فيش فيها مليم كسبته بالحرام ولا بالغدر، مانيش خاين ولا خوان، أعرف قيمة الشرف وأقدر الناس الطيبين. قبلني تقبلوني زي ما أنا، نعمل مع بعض عيلة جديدة، نبني مستقبل أحسن من اللي فات. نفسي عيالي يعيش في دنيا غير الدنيا، دنيا منورة ما فيهاش غش ولا ظلم ولا وحوش تتسلى بلحم الغلابة. عايزيني أهلا وسهلا، رافضيني محدش فيكم هيشوفني ولا يسمعني بعد النهاردة. شفتي الجنان؟ ايه ماما؟ ايه؟ مش سامعة الغرة بتاعته؟ انا مش فاهمة ايه الجنان ده؟ مش صابر للصبح؟ هو تحت؟ انت كل ده مش حاسة؟ انا بجد ما شفتش لسه كده، ده جنان رسمي. يلا يا سيدي ما تزعلش. ماشي. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ غلبت اهل البامبر يا بنت. شكلي زين صح؟ وهبقى احلى لو شلت السواد من فوق راسك. فكي فكي، احنا في بيتنا. ما انا حاولت اعمل كده بس بصراحه انكسفت من روح. لقيك كنت زي القمر. واه بتتكسفي يا بنت. قولي لي ايه عملت ايه في يومك؟ زهقتي؟ بصراحه زهقت بعد ما خلصت شغل البيت، بس عملت كيف ما انت قلت لي، قعدت في البلكونة أتفرج على العربيات الرايحة والجاية لحد ما الوقت عد. عموماً أنا لقيت حل. إيه؟ كلمت الواد حصاوي يجيب أخت مهرة تقعد معاكي، أه تاخد حسك وتساعدك في أعمال البيت. إلا قول لي يا أخوي، إيه الأسامي اللي أنت معاشرها دي؟ مهرة وحصاوي، أنت قاعد في اسطبل ولا إيه؟ معرفش إيه اللي جه في دماغ أبوه وهو بيسميهم، كأن الأسامي كانت بفلوس. واه. ما أقول لك إيه يا نسمة؟ إيه؟ اوعى تفضفض باي كلام عن النجع وناس والحد، مش عايز مشاكل. انت بتتنكر لاصلنا اللي عملناه؟ هو احنا عندنا كف الله شر حاجه تعرنا؟ لا انا بس عايز المرحله دي تعدي على خير، عشان الحكومه لما تدخل النجع تتفاجئ بينا، تلاقينا ساعدنا نفسنا بنفسنا، عمرنا النجع ودخلنا ميه وكهرباء، ساعتها هنقدر نعيش في النور. واحنا هنعوز من الحكومه ايه؟ ما ابويا قال خلاص مش هنزرع مخدرات تاني، يبقى الحكومة ملهاش حاجة عندنا. عيلة البندرية وعيلة عبادي متمسكين بزراعة الحشيش، والحكومة مش هتفرق بيننا وبينهم في حربة على المخدرات. لكن لما البندرية جربوا مرة ومرتين وثلاثة ويفشلوا بزراعة الحشيش هيزهقوا، وقتها الحكومة هتعترف بينا ويشوفونا حد كبير مننا، كلمته مسموعة ومتصدقة ويعينوا عمدة، وكل أهل النجع يطلع لهم بطايق وشهادات ميلاد. حلم كبير يا نسمة، بس عاوز صبر. ربنا معاك يا حبيبي. يا توفيق بيه، المعلومات اللي جمعناها عن السيد مناع حسان كلها بتؤكد انه من عيلة غنية، بس للأسف ما لهمش أي ذكر أو إثبات في الأوراق الحكومية. إيه؟ عيلة وهمية ولا إيه؟ لا حبيبي، وسيرتهم موجودة في مركز اسمة في مطعنة العرب زي ما قال بالظبط. بس للأسف عندنا في مصر في ناس بيتولدوا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يكون ليهم أي إثبات شخصية. عارف، زي موضوع حلايب وشلاتين على حدود مصر والسودان، أهلها مصريين لكن لحد دلوقت ما لهمش أي إثبات إنهم مصريين. عارف التوفيق بيه، عدم احتكاك الناس بالمدنية والقانون بيخليهم ما يفكروش إنهم يثبتوا إنهم موجودين،
والظاهر ان الباشمهندس مناع من عيله زي دي. الصدفه واحده هي اللي خلته يتولد في جنة. اهله خافوا عليه من الطار فهربوه لغايه ما يجي عندنا هنا في سوهاج. لا، لو عليه طار قول لي، انا ارفضه نهائي. اتوفيق بيه، إدارة التحريات داخلت عشان تعرف هو مين، رغم توافر كل المعلومات اللي عندنا. وبالمنطق اللي مطاردينه صعب ان هم يوصلوا له، واضح كمان ان اهله عارفين يحموه كويس ويأمنوا مستقبله.